أهلا بيكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة عايزين نبتدي نتكلم على الـ Service Lab، وهنبتدي نستخدم برنامج جديد بقى المرة دي اللي هو برنامج السيف. قبل بس ما أدخل في قصة البرنامج، تعالى نتناقش شوية في قصة هو إيه الـ Input بالنسبة لي وإيه الـ Output، يعني إيه الحاجة اللي هتجيلي وإيه الحاجة اللي أنا هبتدي أطلعها. احنا في البداية خالص اللي بيجيلنا هو بلان معماري زي اللي قدامنا، يعني مثلا ده بلان معماري خاص بمدرسة. فلو جينا شوفنا كده المعماري، نبتدي نبص يقول لنا ده انت هنا في الشارع، بعدين تيجي تطلع هنا شوية درج سلم، وفي هنا حتة رامب، يعني ده درج سلم عادي الناس تطلعه، وده رامب عشان لو حد نازل بعربية، لو مش عربية تركية بس، يعني لو حد بيجر حاجة أو بتاع أو كرسي متحرك أو حاجة ممكن ننزله عن طريق الرامب الصغير ده. طيب المنسوب هنا كان زيرو، طلعت الثلاث درجات دول عند منسوب 45%. كل ده عشان توصل لإيه؟ للمدخل بتاع المدرسة بتاعتك. بمجرد ما دخلت هنا بقى عندي هنا كوردر موجود بالشكل ده، بيقول لك ده منسوبه 45%، فانشنج فلور ليفل، ده منسوب معماري بعد التشطيبات 45%. طيب دخلت الكوردر ده من هنا، هتلاقي اول باب يقابلك ده اول فصل. دخلت الفصل بتاعك بالشكل ده، ما كانش فيه جوه هنا أعمدة، ما فيش حوايط، هو الفصل كل الحتة دي كده كلها الأعمدة موجودة بره زي ما هي مرسومة. وهنا دي الشبابيك بتاعة الفصل، تمشي في الكوريدور فصل كمان، الكوريدور كمان فصل، ادي 3 فصول موجودين مثلا هنا. بعدين لو كملنا هنا ده السلم اللي يبتدي يطلعنا للدور اللي فوق والدور اللي بعده وهكذا. وبعدين نيجي من هنا الكوريدور، هتلاقي هنا في الجزء الخاص بالحمامات، وبعدها في جزء ستور روم يعني غرفة تخزين خاصة لكل دور من دول. فده كده مسقط أفقي أو بلان معماري. ممكن يكون المعماري مدينا شوية مساقط تانية يفهمك بيها المواضيع، زي مثلا لو هو واخد سكاشن، زي رسومات حاجة بالمنظر ده، يعني شايف ايه مثلا ده، هو بيقول لك ان انا ممكن اكون واخد سكشن بالشكل اللي قدامي ده، ويبتدي يبينه لك في لوحة تانية معمارية وهكذا. بيبتدي هو كمان من ضمن اللوحة المعمارية، انه بيبتدي كل حاجة معمارية بالنسبة له وبيدي لها indication او بيدي لها سامبل رمز ليه. يعني مثلا ده نموذج شباك، مديله ده بيفور، ده نموذج شباك واحد، ويبتدي يدي لك كل شباك من دول ابعاده قد ايه وتفاصيله قد ايه. بالنسبه للبيبان ادي دور نمره 3، ده نموذج مش عارف دور كام، 6، ده دور 5 وهكذا. فبيدي نماذج للعناصر المعماريه اللي موجوده في المبنى. احنا كوظيفتنا كمهندس انشائي بعيده شويه عن الجزئيه دي. طيب ايه المطلوب مننا ان احنا نعمله؟ اول حاجة عايزين نحول البلان من معماري لانشائي، وده اللي احنا بنقول خطوة ان احنا نحط statical system او نظام انشائي يقدر يشيل لنا السقف ده. الحاجة التانية بعد ما عملت statical system بتبتدي تفترض concrete dimensions، ومن ال concrete dimensions والسيستم اللي احنا فرضناه نبتدي نعمله model عشان اعمل analysis، وابتدي اطلع straining actions. ال straining actions دي اللي انا هبتدي اطلع منها بقى moment، ولو كان في نورمال، ولو كان في رياكشنز على الاعمده، وكل الفورسز والستريننج اكشنز اللي بتطلع، نبتدي نعمل ديزاين للعناصر الانشائيه اللي موجوده جوه السيستم بتاعنا، ونبتدي نطلع لوحه انشائيه كامله بكامل تفاصيل التسليح بتاعتها. طيب تعال نمشي بالخطوات دي خطوه خطوه. اول حاجه هو انا ازاي احول الرسمه بتاعتك دي من معماري لانشائي. اول خطوه بالنسبه لنا تعال نمسح منها كل حاجه تخص الرسومات المعماريه. يعني شايف انا كل الكتابات دي كلها معماري، الانديكيشن بتاع الويندوز دي معماري، الباب نفسه معماري، الابعاد الداخليه دي معماري. فابتدي اختار كل حاجه انا شايف انها ممكن تكون معماريه، وابتدي اعمل فيها ايه، وابتدي اشوف. انا هسيب لنفسي الابعاد اللي موجوده بره اللي هي بتاعت الاكسيز، علشان دي كده كده هتبقى ثابته هي والمحاور في كل اللوحات بتاعتي، وكمان عشان لو احتجت ان انا اطلع منها اي ابعاد عشان نختارها في الكونكريت دايمنشن، او استخدمها في ان انا اخرج الكونكريت دايمنشنز. فبنفس الطريقه كده تعالى نبتدي نختار كل الكلام ده كله، وابتدي امسحهم واحده واحده لحد ما اخلي الرسمه تفضى خالص من اي تفاصيل معماريه موجوده جوه. برضو هروح جاي مثلا، ده كان ده هو عامل سامبل مثلا للشباك، هسلكت سامبلر عشان يختار كل الشبابيك التانيه وابتدي امسحهم. ده كان نموذج تاني وهكذا، اختارهم وامسحهم لحد ما افضي كل حاجه من الرسومات المعمارية بتاعتي، عشان اقدر ابتدي اشغل اللوحة الانشائية بتاعتي. الجزء ده مش هيبقى موجود غير بس انه يخرجك من الشارع يدخلك الدور الارضي او ارضية الدور الارضي، وده مش هتظهر معايا دلوقتي خالص في الجزئية الخاصة بالسقف، عشان كده انا هبتدي اشيلها هي كمان
ليه؟ لان هي مش هتظهر معايا في السقف بتاع الدور الارضي، دي تظهر معاك في الارضيه، ودي تظهر اكتر في لوحه الفاونديشن بتاعتك، انك تبتدي تشوف هتشيل السلم او كام درجه سلم اللي موجودين دول هتشيلهم ازاي. تمام، انا بشيل كل حاجه معماريه بالمنظر اللي قدامك ده لحد ما تبقى لي هنا. ده بقى الفرش بتاع الحمام برضو، ادي شويه ابعاد داخليه هنا بالمنظر اللي قدامنا. تمام، كويس. طب انا بعد ما عملت كده ايه اللي انا هبقى محتاجه بقى في رسم زي دي؟ ان انا ابتدي احول لوحه انشائيه. اول خطوه محتاجين نعملها ان انا ابتدي، هي ايه العناصر الانشائيه بتاعتك؟ العناصر الانشائيه هي الاعمده، الكاميرات، البلاطات بتاعتك، ونبتدي نحط كل الداتا اللي احنا محتاجينها. طب انا دلوقتي بتكلم معاك في درس اصلا سوليد سلاب، يعني انا السيستم اللي انا عايز احطه هو سوليد سلاب. سوليد سلاب باختصار هو سيستم مكون من شويه كاميرات تحاوط البلاطه بتاعتك من الاربع اتجاهات عشان نخليها فور سايد سبورتد، والاربع كاميرات دول ممكن يكونوا متشالين دايركت على اربع اعمده، او ممكن تكون كاميرا متشاله على كاميرا ثانيه، فبنبتدي نسمي دي كاميرا ثانويه ودي كاميرا رئيسيه. الكلام ده درسناه بالتفصيل، تعال بقى نطبقها هنا براكتيكالي. فانا هروح جاي ممكن في البدايه خالص، طالما هبتدي اعمل لوحه انشائيه خاصه بيا، انا ممكن ابتدي اعمل لايرز عشان اقدر اشتغل. فانا ممكن اسمي دي مثلا البيمز او الار سي عموما، ممكن اسمي لاير اسمها ار سي، وهبتدي ارسم بيها كل ما هو خرسانه بالنسبه لي. فجيت عملت كده وهبتدي بقى احط الاستاتيكال سيستم. انا شايف الاعمده دي ما اقدرش اغير فيها. طيب الكاميرات، انسب مكان نحط فيه الكاميرات هي الحوايط، وتكون دايما انسب حاجه انك تفرض عرض الكاميرا بنفس عرض الحيطه. فانا شايف الحوايط المعماري اللي هو حاططها لي هنا 20 سنتي، فانا خلاص بقول ده انا هشتغل الايه الكاميرات بتاعتك 20 سنتي. فلو جيت هنا اسهل حاجه ممكن اروح جايب مالتي لاين، هيقول لك السكيل المسافه اللي ما بينها، اروح قايل 0.2 جاستيفيكيشن عايز امسكها بقى من الطبقه او بوتوم والكلام ده كله. جيت رسمت، شايف الكاميرا الاولانيه دي كده، انا رسمت الخط بتاع الكاميرا الاولى، وبعدين مشيت هنا كمان ادي الكاميرا الثانيه وكمان الكاميرا الثالثه وهكذا. الاقي نفسي بشيل فوق كل الحوايط عشان ارسم السوليد سلابس بتاعتك بالكاميرات الثابته بالشكل القدامي ده. طب تعالى نكمل الجزئيه دي هنا. انا برضو رحت جيت عملت الكاميرا بتاعتي بالمنظر ده، وادي كاميرا من عمود للعمود، وكاميرا تانيه من عمود للعمود، وادي كاميرا تانيه هنا، عشان بس انا حتى في البدايه خالص عايز اشوف الباكيه اللي انت قفلتها دي. تعالى بقى نتناقش شويه في قصه السوليد سلاب. لما كنا بندرس السوليد سلاب كان بيقول لك ان انسب او الموست ايكونوميك دايمنشنز فور سوليد سلابس، انك بتبتدي تقول الابعاد بتاعتك، يقول لك لحد 6 في 6 او اريا 36 متر مربع. طيب هل معنى كده ان انا ما ينفعش اعمل سوليد سلاب لو كانت اكبر من 6 في 6؟ لا اكيد ينفع. طب ايه المشكله اللي يعني اللي هتجد؟ الموضوع كله باختصار هو موضوع تكلفه مقارنه ببقيه الانظمه الانشائيه. يعني لو انا جيت عملت سوليد سلاب 9 متر في 9 متر هتتعمل ولا لا؟ هتتعمل. وانت وظيفتك كمهندس انشائي انك انت اللي تطلعها سيف، يعني تبتدي تشوف قطاعات مناسبه بتسليح مناسب وتبتدي تطلعها لنا ان هي هتكون ايه مظبوطه. اما ايه المشكله؟ فكره انك لما تيجي تطلع قطاع الخرسانه وتطلع الحديد اللي موجود جواه، ساعتها هيكون قريب مثلا من سيستم زي الفلات سلاب، وبالتالي هنا في اللحظه دي ما اقدرش اقول ان ده كان انسب حاجه اقتصاديه. لكن هيبقى ليه مزايا ثانيه، فرق ما بين سيستم سوليد سلاب عن فلات سلاب، زي مقاومته للديفليكشن، زي القيم هتهرب شويه من قصه البانشنج. ففي مزايا ستيل موجوده، بس الفكره ان احنا كنا دايما بنقعد نقول ده السوليد سلاب اوفر من الفلات سلاب. طول ما انت بتتكلم عن اسبانات صغيره فالسوليد سلاب فعلا اوفر من الفلات سلاب، لكن بمجرد ما الاسبانات تكبر تقريبا الاثنين ممكن يقربوا من بعض. تمام، طيب فبالتالي فكره ان انا اعمل سوليد سلاب اكبر من 6 متر، اه طبعا تقدر تعمل الكلام ده كله. طيب جيت انا عملت سوليد سلاب، حوطت الاربع كاميرات في الاربع اتجاهات، لقيت الباكيه بتاعتك بقت بالشكل ده. اول سؤال، ده انا هنا مش عارف احط كاميرا عشان اخلي دي باكيه ودي باكيه، امتى احط وامتى ما احطش؟ ده معماريا، يعني دلوقتي انا هنا مفيش حيطه، فبالتالي دي هتبقى ساقطه ظاهره. هل معماريا هيوافق ان انت تبتدي تسقط لي كاميرا موجوده في النص؟ غالبا مش هيوافق، وبالتالي ساعتها يبقى انت بتتكلم ان دي السوليد سلاب بتاعتك. هو ده شكل مين؟ البلاطه السوليد سلاب. طيب طالما بلاطه متحوطه باربع كاميرات دي اسمها سوليد سلاب، مش شرط تكون الاربع كاميرات متشالين على اربع اعمده، وده يمكن اللي انتوا كنتوا شفتوه زمان في خرسانه واحد. لما كنا بنيجي لو باكيه زي اللي احنا رسمينها دي كده، فبنبتدي نشوف الدايمنشنز بتاعتها. هنا كان في عمود، وكان في النص عمود تاني، وهنا عمود تالت، وهنا برده بنفس الطريقه كده. والكاميرات بتاعتنا اللي كنا رسمينها كانت كاميرات موجوده بره بس بالشكل اللي انا رسمه ده كده.
اما كنتوا بتيجي ترسموا السلاب دوت ديستريبيوشن كنا بنقعد نقول تعالى نشوف البعد ده والبعد ده اللي هم بتوع السوليد سلاب. فلو جيت في المساله اللي قدامي دي عشان اشوف الدايمنشنز ليه ده 4 و4 يعني الطول ده كله 8، ولو جينا قسنا الطول ده 3 و15 و2 85 يعني 6 متر. يعني بنقول دي 8 متر ودي 6 متر. فكنا بنقعد نقول دي 1 واي ولا 2 واي، قسمت 8 على 6 طلعت اقل من 2 يبقى 2 واي، وكون بيطلع في الاخر خالص السلاب دوت ديستريبيوشن شكله عامل كده مثلثين واثنين شبه منحرف بالمنظر ده. دي سوليد سلاب وده شكل توزيعه السلاب لود بتاعك، فبالتالي دي ستيل سوليد سلاب وستيل تو واي. طب هتيجي بقى بعد كده لما كنا بنقول ده المثلث بتاعي متشال على كاميرا، فده كنت عارف له الالفا والبيتا بتاعته اللي هي 0.67 لو عايز تجيب اللود على الكاميرا. لكن لما كنا بنيجي نتكلم على شبه منحرف ده وكنا بنقول ده هنا في ثلاث سبورتات، فكنا بنقول ده ما ينفعش تجيب الفا وبيتا اللي هتجيب منهم لود فور بندنج وشير على الكاميرات من الجداول. بس معنى كده مش معنى كده ان ده ما ينفعش، لا ينفع، بس كنت بتروح تجيبهم بحاجه اسمها لودد اريا على السباب. فتاني كده اللي انا عايز اقوله ان تعريف السوليد سلاب هو اي بلاطه محاطه باربع كاميرات بغض النظر الاربع كاميرات دول تحملهم ايه، تمام؟ فمش عشان تقول ان دي سوليد سلاب تقول ان انا محتاج احط كاميرا هنا، لا دي اسمها سوليد سلاب برضه، وتبقى الاسبان بتاعها زي ما اتفقنا 8 في 6 متر. وبالتالي انا كل اللي هعمله هكمل بقى نفس القصه دي واروح رايح كده على طول كل الكاميرات بتاعتي او كل الباكيات بتاعتي ابتدي احوطها بالاربع كاميرات بالشكل اللي قدامنا ده. طيب خلينا نكمل كده جزئيه عشان نقدر نكمل عليها والباقي كله هيبقى زي فلو انا جيت برده عملت بالمنظر ده لحد الاخر ده. نيجي للنقطه الثانيه، هو انا دلوقتي ما عملت كده ده بالنسبه لي كان هنا في حوايط، فطول ما انا ماشي عمال اخفي كاميرات جوه الحائط فما فيهاش مشكله. طيب لو انا جيت دلوقتي زي ما كنا شايفين دي 4 متر والاسبان ده 3 متر، هل ينفع اروح جاي حاطط كاميرا تانية موجوده هنا عشان اقول دي سوليد سلاب؟ نيجي نسال معماريا، هنا ما كانش فيه حيطه وبالتالي يبقى دي هتبقى ساقطه، وهنا ده كوريدور معماريا فغالبا مش هيوافق بالنسبه له انك تطاقط الكاميرا دي. طب هل هيبقى عندي ازمه لو انا مشيت بالنسبه لي السيستم بتاعك بالمنظر ده؟ تعال نشوف كده هتبقى فين الكاميرات او البلاطه متحوطه بكاميرات هنا وافقيا وزيها اللي فوق وفي الاخر ممكن في الاخر خالص هنا. طب دي كسوليد سلاب هيبقى الاسمان بتاعك بص 1 2 3 4 5 6 و7 كمان، يعني تقريبا دول بتوع 8 27 متر ونص، في كام؟ في 3 متر. لو انت عندك كان سوليد سلاب بالشكل ده كانت 3 ودي تقريبا 27 متر، اكيد لو قسمت ده على ده هتطلع اكبر من 2 ده هتطلع 9، ده اللي كنا بنسميه 1 واي سوليد سلاب. فستيل هي سوليد سلاب بس دي 1 واي مش 2 واي سوليد سلاب، فبالتالي برضه دي ستيل سوليد سلاب حتى لو ما حطيتش كاميرات او ما ينفعش في مبنى معماري انك تحط كاميرات بالمنظر ده. طيب انا قفلت بالشكل اللي قدامي ده شويه باكيات زي ما انتم شايفين، وبالتالي تعالى نتعامل مع الباكيات دي. هو انا بعد ما عملت كده ايه اللي انا محتاج اعمله علشان خاطر اقدر اقول انا حطيت ستاتيكال سيستم؟ طبعا انا بعد ما اخلص ده كل اللي هعمله ان انا هروح جاي مختار اللاير بتاعه الحوائط الطوب دي وابتدي اعمل ايه؟ امسحها، بس بعد ما اخلص البلان خالص. يعني مثلا لو جينا هنا اروح جاي اقول لك تعالى بقى بالمره كده عشان تبقى اسمك كملت، اروح جاي مكمل الحته دي برده هنا حاطط كاميرا وكاميرا ثانيه داير ما يدور المبنى بنفس عرض الحائط بالشكل اللي قدامنا ده. هنا دي كانت جزئيه خاصه بره المبنى خالص فدي انا ممكن اخرجها بره، وادي الكاميرا الاخيره بالشكل ده. وداخليا يبقى عندك حتة كاميرا هنا ودي مين لي ليها علاقة بالباكية دي وباكية السلم كمان. بالشكل ده كده يبقى انا كده عملت ايه؟ حوطت كل دول بكاميرات، فانا دلوقتي ببساطة ممكن محتاجش الحوايط دي كلها، هسلكت سيميلر الكلام ده كله ومسحت الحوايط الطوب. دلوقتي بقت عندك باكيات سوليد سلاب، هنا دي شوية فتحات كان حواليها حتة حيطة، أنا مش عايز بس أكتر من إن إحنا نبتدي نحدد هي حدود الفتحة فين، شايف دي كده؟ أنا عايزك بس تحدد لي حدود الفتحة، وبالتالي ده كله أنا مش محتاجه، بس عشان أوضح إن في فتحة هنا في السقف لازم تبان إنشائياً، عشان اللي هيجي يصب السقف بتاعي ده يبقى عارف إن الحتة دي مش هيتصب فيها خرسانة، الحتة دي المفروض تبقى فراغ بالمنظر ده. تعالى بقى نبتدي نكمل الرسمة بتاعتنا كلوحة إنشائية. اول حاجه البلاطه بتاعتك دي لازم يكون ليها دايمنشنز، فنرجع تاني هي الدايمنشنز بتاعت البلاطه كانت عباره عن ايه. فاول جزء
انا بحتاج احدد السيكنس بتاعنا. طب احنا السيكنس بتاعنا كنا بنحدده بناء على كان في قيم امبيريكال موجوده في الكود، وده كنا بنحدده بناء هي البلاطه بتاعتك كانت وان واي سوليد سلاب ولا تو واي سوليد سلاب. طيب في الوان واي كنا بنقول سواء هنا او هنا كنا بناخد ال شورت. في الوان واي كنا بنقول ال بتاعتك كان عندي ثلاث احتمالات، يا اما سمبل يا كونتينيوس من طرف واحد، يا اما الكيس الثالثه كونتينيوس منين؟ من اتجاهين، يعني انا شغال على باكيا كونتينيوس من اتجاهين. فهنا كنا بنقول ال على ال 30 وهنا ال على ال 35 وهنا ال على ال 40. ال ده هو الطول القصير، يعني مثلا باكيا اللي ليه كانت 30 في 27، الطول القصير كام؟ 30. اشوف ال 3 سوري 3 في 27 يبقى الطول القصير 3. ابص هي ال 3 دي كانت كونتينيوس ولا لا؟ لقيتها كونتينيوس يبقى من طرف واحد زي الكيس بتاعتنا دي. ادي الثلاثة مستمرة من هنا ببلاطة، لكن هنا مفيش، يبقى دي مكملة في اتجاه واحد فقسمتها على 35، هتديك تقريبا أقل من 10 سنتي. وهنيجي نتناقش كمان شوية إنها أقل تخانة ينفع تتحط براكتيكالي هي العشر سنتي، يعني مينفعش الكود بيقول لك ممكن تستخدم 8 بس محدش هيعمل تخانة أقل من العشرة سنتي بتاعتك. لو كانت كونتينيوس في اتجاهين هاخدها على 40. طب بالنسبة للتو واي برضه نفس التلات حالات، يا إما سمبل يا كونتينيوس في اتجاه واحد يا كونتينيوس في اتجاهين. أهو هنا الكاميرا بتاعتك دي كانت سمبل، هنا الكاميرا بتاعتك دي كانت كونتينيوس في اتجاه واحد بس، هنا الكاميرا بتاعتنا كانت كونتينيوس في اتجاهين. طب القيم هنا بقى تلاقي دي بقت ال على 35 وهنا بقت ال على 40، كان هنا بقت ال على كام؟ على 45، وبرده هنا ال شوف. فباكي زي دي هاخد الستة اشوف الستة دي مكملة في كام اتجاه، وليكن اتجاه واحد اقسمها على 40 تطلع تقريبا 15 سنتي، يبقى انا عرفت ان التخانة بتاعتي 15 سنتي. طيب تعالى بقى نشوف حاجه. انا دلوقتي وانا واحنا بنحدد تخانات اتفقنا ان انا عندي مينيمم تخانات، احنا بنقول الكود بيقول 8 سنتي بس براكتيكال مش هنعملها اقل من 10، زائد جبت التخانات طلعت باكيات مختلفه، يعني مثلا دي زي ما قلنا طلعت 15 دي 15 15 ودي طلعت 10 سنتي وهكذا. ولو جينا شفنا باكيه زي دي 5 متر ونص او 5 متر 45 سوري، دي الباكيه دي 4 متر 60 في 2 متر 85، برضه لو جينا نشوفها هتطلع ان هي 2 واي، اخد الطول القصير 2.85 اقسمه على 40 هتطلع لك تقريبا برضه اقل من ال 10 سنتي. فاللي باين قدامي دلوقتي ان ممكن يطلع السقف حتى كمان لو سقف اكبر من كده يطلع تخانات مختلفه. هل انا بقى هروح جاي كل باكيه من دي اديها تخانه؟ يعني لو دي طلعت 15 ودي 12 دي 14 دي 10 همشي بالمنظر ده؟ لا، لكن ينفع تعمل تخانات مختلفه في السقف بس تكون عامل زوننج. يعني ايه زوننج؟ يعني انا ممكن اجي اقول ده الجزء اللي فوق ده انا هعمله تخانه مثلا 15 سنتي وبقيت السقف مثلا 10 او 12، او اجي اقول السقف كله انا هعمله 12 سنتي. فتبتدي تشوف هو انت ايه اللي هيبقى مناسب. تمام، يبقى التخانات ممكن تكون مختلفه بس بشرط يبقى زوننج، لكن ما تقعدش تلعب دليل 15 12 10 8، لا مش هنقعد نلعب بالمنظر ده. طيب انا دلوقتي لما جيت حسبت مثلا من الكود وطلع لي الباكيه دي 15، ده بالنسبه للكود كان بيقول لك تيم مينيمم. هل لو انا جيت قلت انا مش هعملها 15 انا نفسي اعملها 12 الكود كده هيقول لك انت غلطان؟ طيب لازم في كل الحالات افرض التخانه اللي انت عايزها، بس لازم تعمل تشيكس كتير قوي. اول تشيك وده المباشر جدا انك تبتدي تشوف هي البلاطه دي هتتحمل الاحمال اللي عليها وبالتبعيه البندنج مومنت اللي موجود في الطلع الحديد اللي موجود. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا وما تتنسيش، اللي هي تشيك ديفلكشن. تشيك ديفلكشن معناه ان الكاميرا او البلاطه دي مش هتتكسر، بس هيحصل فيها ديفورميشن اكبر من المسموح بيه، وبالتالي المبنى ده مش هيقضي وظيفته. فدول شرطين لازم تحققهم. خد التخانه اللي انت عايزها حتى وان كانت اقل من المينيمم بتاع الكود، بس اضمن لي انها تكون سيف انها ما تتكسرش، واضمن ان الديفلكشن اللي فيها هيكون اقل من المسموح بيه. تمام؟ طيب فانا جيت مثلا التخانه بتاعتي دي عايز احددها. في برضه عامل تاني ممكن تحطه في دماغك وده يمكن الكود مش موضحه شويه. هو اما جينا اتكلمنا في التخانه قلنا ده ال على 30 و35 40 في الوان واي او 35 40 45 في التو واي. هل انا لما جيت قلت لك ال ده اتفقنا ال قصير، هل جيت قلت لك ال شورت ده يختلف على حسب اختلاف المبنى؟ يعني المبنى بتاعي سكني او المبنى بتاعي تجاري او المبنى بتاعي تعليمي زي مدرسه مثلا؟ لا. طب ليه انا بسال السؤال ده؟ لان الاحمال اللي موجوده في كل مبنى من دول مختلف. فما بنيجي نتكلم على مول او مدرسه او جامعه اللايف لوب بتاعنا عادي، لو قارنته بالسكني ده 2 وده 5، وفي اماكن ممكن يزيد اكتر من 5. قال لا، طب ما الاحمال بتزيد، اما ليه مش مدخلين التخانه بتاعتنا فانكشن في اللود؟ بالنسبه للكود المصري اللي احنا شغالين عليه دي مش فانكشن فيه،
في حين ان انت ممكن تيجي في اكواد تانية زي اليورو كود تلاقيه مدخل الجزء بتاع الليفل اوف لودنج بتاعك بيأثر قد ايه في التخانة. بس احنا في الكود المصري الجزئية دي ملهاش دعوة خالص باللودنج اللي موجود. زائد برضو ان الارضيات اللي بتتعامل مثلا في المباني زي المدارس او الجامعات او المولات غير الارضيات اللي بتتعمل في الشقق او في المباني السكنية، فبالتالي الفلورنج كمان بيبقى اكتر من المعتاد في المباني السكنية. طب ليه انا بقول الجملة دي؟ ان دي خليها في اعتبارك انت، يعني بدل لو في المباني السكنية انت بتميل انك تقلل التخانة شوية فده لان اللود بتاعك ما يعتبرش كبير، لكن في المباني التانية اللي زي مباني مول تجاري زي مدرسة زي جامعة المباني زي سينما مثلا فيها أحمال تقيلة شوية، أنا ممكن أكون عارف من البداية إن أنا لو افترضت التخانة صغيرة في الغالب هتطلع عن صيف، فبالتالي ما بعملش قوي إن أنا أقعد أقلل التخانات، لأ ممكن أخد تخانة كده وأبتدي أقول أشوف أنا هعمل إيه. يعني مثلا حاجة زي كده بمثال أنا قلت لك ده 15 وده كان الطلعة كام؟ قلنا ده المينيمم 10، فأنا ممكن أروح جاي أقول أنا ممكن أمشي نص المبنى أو الجزء اللي فوق ده كله مثلا 15 واللي تحت ده 10، او انا ممكن اجي اقول انا هعمل التخانه دي كلها 14 سنتي المبنى كله. طيب امتى اميل لده؟ الموضوع كله هيبقى ايكونوميك وايز. يعني ايه؟ يعني انت شايف اقتصاديا لو انا خليت دي مثلا 15 ودي 10 هوفر قد ايه ان انا ممكن اخليها كلها تبقى 14، والكلام ده هيفرق قد ايه في التسليم. فالموضوع كله ايكونوميك وايز، يعني الموضوع كله هيبقى ليه علاقه هو انا بوفر قد ايه. لو الموضوع في الاول وفي الاخر ما كانش فارق فانا ساعتها هعمل اللي انا شايفه او الاسهل لي بالنسبه لي في التنفيذ. فانا ممكن اجي في مثال زي ده اقول انا هعمل دي 14 كلها او اعمل اللي فوق ده مثلا 15 زي ما طلع لي واعمل اللي تحت ده 10 او 12، سواء كده او كده انا ممكن اعمل الاثنين. فتعالى حتى نجرب لو انا عندي تخانات مختلفه عشان خاطر القصه دي لو قابلتك في اي مثال تشوف انت هتعمل فيها ايه بالظبط. تمام؟ طيب انا عملت الكلام ده، فابتدي نعمل ايه؟ عايز احط التخانه، رحت جيت كده اي انديكيشن فعملت حته سيركت بالمنظر ده، وبعدين ابتدي احط تكست جواها. التكست ده اللي انا هحطه جوا التخانه بتاعت البلاطه. طبعا انت بتبقى محتاج في اي لوحه بقى انت هتشتغل فيها تكون مظبط شويه الفورمات بتاعتك اللي هم التكست ستايل والدايمنشن ستايل والحاجات دي كلها عشان كل حاجه تطلع ريلاتيفلي اللي احنا شغالين عليه. فلو انا جيت كتبت مثلا التخانه هنا احنا اتفقنا هنا هناخد الجزء ده مثلا 15 سنتي بالشكل ده كده، فدي التخانه بتاعتنا. رحت ماسك التخانه دي وقلت ده انا هقول التخانه بتاعتي دي كلها 15 في الاجزاء اللي انا بس راسمها. طب وبقيه الاجزاء دي؟ لا والله التخانه دي انا هخليها 10 هخليها 12، شوف اللي انت عايز تعمله في الفرد بتاعك. وانا عملت كده فجيت حطيتها دي كلها كانت 10 خلاص، ومثلا الجزئيه دي كمان انا هسيبها 10 او ممكن اروح جاي ال 10 دي مخليها 12. طب لو انت حبيت تغير التخانه دي عشان ما نقعدش نعيد تاني انا ممكن اروح جاي عامل فايند واقول له اي حاجه كانت 10 ريبليس بكام؟ ب 12، واقول له ريبليس اول بيقول لك انا لقيت 11 ماتش فاوند في 11 حاجه كنت لقيتهم غيرتهم لك كلهم بكام؟ ال 10 دي خلتها لك كام؟ 12. فهو قابل اي 10 كانت موجوده راح مخليها لي ال 12 دي. تمام كويس قوي، غيرت التخانات بتاعت البلاطه كده انت حطيت تخانه. تعالى بقى نشوف الحاجه الثانيه ان احنا نبتدي نحط نماذج للكاميرات. طب احنا الكاميرات كنا بنحدد تخاناتها ازاي؟ احنا خلاص العرض قلنا ده عرض الحيطه كان 20. طب لو انا عايز اجيب التخانه كنا بنقول لك شوف السبان بتاع الكاميرا ليه 4 متر، فاكرين كنا بنقول السبان بتاع الكاميرا نجيب التخانه منه. برضه عندنا ثلاث حاجات، الكاميرا بتاعتنا كانت سمبل، الكاميرا بتاعتنا كانت كونتينيوس سواء من طرف او من طرفين مش هتفرق، الكاميرا بتاعتك كانت كنتريفر. هنا كنا بنقول ال على 10، هنا كنا بنقول ال على 12، هنا كنا بنقول ال على 5 او الاكبر من ال على 12 اللي جنبها. يعني دي لو كانت كنتريفر كان يبقى شكلها عامل كده مثلا، دي سمبل بيم او كنتريفر، فدي انا خدت ال ال كنتريفر هقسمه على 5 صح. طب دي انا خدت ال ال بما انها بقت كونتينوس قسمتها على 12، كاميرا الكنتريفر تخانتها ما تقلش عن اللي جوه. تمام يعني لو دي طلعت 60 وانا خدت ال على 5 طلعت 50 فساعتها هاخد كام؟ همشي ال 60. تمام طيب ده كده جبت الكاميرات، ومنها تقدر دلوقتي تيجي تسمي لي الكاميرات. فمثلا انا شايف ان دي 40 سنتي 4 متر لو قسمتها على 12 هتطلع تقريبا 30 حاجه و30 سنتي. طب احنا اقل دبس للكاميرات براكتيكال بيستخدم انت ممكن 40 سنتي بس غالبا براكتيكال هتلاقي 50 سنتي، فانا ممكن اجيب كاميرا زي دي اخليها 20 في 50. طب انا ممكن اروح جاي دلوقتي كاتب عليها تكست زي كده لازم تديها نموذج، انا هروح جاي اعمل ايه بقى؟ اروح جاي كاتب دي مثلا مسميها بي 1، انا سميت الكاميرا دي بواحد،
واروح جاي بقى انا مخلق جدول كده، بس نقربه كده شوية. ده جدول كاميرات، جدول الكاميرات ده اهو، حتى لو انا بشتغل على كاميرا واحدة حاجة بالمنظر ده. المهم يكون فيه شوية المعلومات اللي موجودة هنا، اللي هما زي ايه، اللي هما زي اول حاجة ان يكون نموذج الكاميرا واضح، يعني ده النموذج بتاع الكاميرا بتاعتك، العرض بتاعي والتخانة بتاعتك دي كلها، بس شوية خطوط اتمسحت عمال امسح حاجات كتير كده. فجيت هنا قلت له بص انا مسمي الكاميرا دي كاف واحد او بي واحد، لو انا شغال انجلش طبعا بقى فده كل ده يتحول ايه، يتحول انجلش، فده يبقى بي واحد، وتبتدي تغير التكست بتاعك او كاف واحد. ابعادها كانت عرضها 20 وتخانتها 50، وبعدين شوية الداتا اللي موجودة الباقية دي كلها خاصة بالتسليح، ودي هتيجي امتى؟ بعد ما اعمل ايه؟ اناليسيس. تمام؟ يبقى الجزء اللي جاي ده كله هيبقى ليه دعوة بنتيجة الاناليسيس، بس هو عبارة عن ايه؟ عايز اعرف التسليح السفلي قد ايه منهم هيبقى مستمر وقد ايه هيبقى متكسح، التسليح العلوي قد ايه مستمر وقد ايه متكسح، الكنايات بتاعتك لو هتقسمها في الاول وفي الاخر. لكن ده انا خلقت نموذج، طالما كتبت الجملة دي ان كاف واحد بكذا يبقى انا ينفع اكتب هنا كاف واحد او بي واحد لو انا هكتب عربي او انجليزي. طيب بعدين جيت قلت ده انا ممكن اخد كاف واحد دي كلها زي بعضها، فالكاميرا دي هتبقى زي دي، وافضل ماشي كده كل الكاميرات اللي هتبقى شبه بعضها، عملت حاجه بالمنظر ده. رحت جيت قلت ده انا هسمي دول كلهم بي واحد بالشكل ده، فكل الكاميرات تاخد نموذج. طب لو جيت هنا لقيت الكاميرا بتاعتي دي ما شفت طولها، لقيته طلعت كام؟ تقريبا 6 متر، لو قست من سنتر تو سنتر هتلاقيها طلعت لك 6 متر. طب 6 متر دي ودي كونتينيوس، اقسم برضو على كام؟ على 12، هتطلع لك ال 50 سنتي. يبقى انا برضو ممكن اخلي دي نفس الكاميرا بتاعتي كابعادها 50 سنتي. طيب لسه بس تعالى هروتيت دي كده عشان اللوحه بتاعتنا دايما بتتقري من تحت ومن اليمين بالشكل ده كده. طيب هل معنى كده ان دي 50 ودي 50، هل معنى كده ان لازم التسليح عليهم كلهم يطلعوا زي بعض؟ لا. فمش معنى ان انت جيت في الاول انا افترضت ان هم كلهم بي واحد اللي هي كام في كام؟ اللي هي 20 في 50. ده مش معناه خالص ان كده كل الكاميرات هتبقى نموذج واحد، ده كونكريت انا افترضتهم نموذج واحد. ليه؟ لان هما كانوا شبه بعض فعملت حاجه بالشكل ده كده. كسبانات الموضوع مش محتاج اكتر من كده، وهبتدي احل وبعدين اطلع التسليح، امسك الكاميرات دي واصلحها واحط لها تسليح دي. طب اكتشفت ان الكاميرا دي محتاجه تسليح اكتر، خلاص بدل ما هي بي 1 اخليها بي 2، والاقي هنا ظهر لك نموذج تاني اسمه بي 2. الفرق ما بينهم هما الاثنين هيكون بس مجرد تسليح، يعني انا جيت هنا ورحت جيت قلت لك دي انا هسميها كاف 2، بالشكل ده، دي نفس الابعاد اه، بس هلاقي التسليح بتاعك ده ابتدى ايه؟ يتغير، بدل لو انا كنت مثلا فرض يعني الارقام دي طبعا ممكن ما تتوافقش مع اللي احنا بنعمله خالص، يبقى ده تسليح غير التسليح اللي موجود تحت وهكذا. ونبتدي نجيب النماذج بتاعتنا كلها اللي هتجيلنا من التسليح او الديزاين اللي احنا نبتدي نعمله. يبقى ده الاستاتيكال سيستم اول خطوه تعملها. تمام؟ السلم بتاعنا ودي ممكن اخليها قدام شويه، المفروض ان ده معماريا الارقام دي كلها تعتبر ارقام معماريه اللي هي ارقام الدرج بتاعنا. ده الليفل، احنا ممكن نحط ليفلز بتاعتنا برده، بس مش هتبقى فانيشنج فلور ليفل، هتبقى توب ليفل اوف كونكريت. فساعتها الليفلز دي هنبتدي برده نتناقش فيها شويه لما نيجي نتكلم كمان في قصه التهبيط والحاجات دي كلها. الدرج السلم يبقى فيه خط داش وخط سوليد، لما جيت درسته سلانه كان بيرسم لك السكشن بتاعك ده شكل الدرج بتاعت السلم، يعني درجة السلم الواحدة يبقى شكلها عامل كده، ده شكل السلم. وكان بيبقى فيه فوقيها هنا الفانشنج، يعني ده درجة السلم، بيبقى كل واحدة من دول فيها فانشنج بالشكل ده كده، اللي هو الرخام او الارضية اللي معمول بيها السلم. احنا متفقين ان المعماري دايما بيقطع ويبص لفين؟ لتحت، فكان بيشوف الخط ده سوليد والسلم نفسه اللي هو ده الدرجه نفسها الخرسانه هيشوفها داش. عشان كده بالنسبه لنا احنا كل الخطوط السوليد اللي هي دي بالنسبه لنا مسقط معماري، دي بتبين لك الفانشنج، لكن السلم الفعلي بتاعنا اللي هو مين؟ الخط الداش ده. فرحت جيت قلت لك ده كده الحدود بتاعت السلم بتاعنا. الحاجه الثانيه هو السلم ده لما يجي يبان داش انا هسيب الخط الداش ده بالنسبه ليا كانشائي يبان داش ولا يبان سوليد؟ تعالى نشوف. انا بقى كان شايف كنت بطه وببص لفوق، طب وانا لما ابص لفوق مش هشوف البلاطه دي، وبالتالي السن او الخط بتاع درجه السلم من الخرسانه استيل برضه هيبان داش، فهتسيبه داش زي ما هي زي ما هو. تمام؟ ونبتدي المفروض نروح نجيب تخانه السلم بتاعتك
طبقا للنظام الانشائي اللي احنا هنحطه للسلم، وليكن اي تخانه احنا فرضينها بالشكل ده بس عشان يبقى مجرد الاستاتيكال سيستم بتاعك خلص. طيب كده انا فرضت الاستاتيكال سيستم، الخطوه اللي جايه بقى ان احنا نبتدي نحط نعمل موديل عشان نطلع منه الايه الستيرنج اكشنز اللي هنديزاين عليها. تمام، يبقى دي اول نقطه بالنسبه لنا، حطيت الاستاتيكال سيستم للسقف. طيب دلوقتي بقى انا عايز اعمل موديل على برنامج زي برنامج السيف او اي برنامج تاني. عايز تعمل موديل قدامنا حد من اتنين، انك تفتح الموديل وترسم كل حاجه من الاول للاخر، وفي حل اسهل شويه انك طالما معاك رسمه كاد وانت حاطط عليها ستاتيكال سيستم، فاحنا ممكن ناخد الموديل بتاعنا من الكاد نبتدي نستخدمه ونرسم بيه فين؟ جوه السيف مثلا. طب تعالى نشوف الكلام ده ازاي. اول حاجه احنا العناصر الانشائيه اللي موجوده قدامنا زي ما اتفقت معاكم من شويه، انا عندي كاميرا، عندي عمود، عندي بلاط، وممكن كمان تضيف عليهم لو كان عندك اوبننج. الحاجات دي بقى الموديلنج بتاعها او الايدلايزيشن بتاعها مختلف. يعني احنا الكاميرا بتاعتنا دايما كنا متعودين، والكلام ده يمكن اتناقشنا فيه قبل كده في الساب، ان هي اي حاجه في الدنيا كان ليها ثلاث اوعاد بالشكل ده، كان ليها بي، وكان ليها تخانه اسمها تي، وكان ليها طول اسمه ال. اما بنيجي نمثل بقى الكاميرا بتاعتك دي جوه اي برنامج فلايت المنت، بنروح جايين عند السنترويد بتاع السكشن، النقطه دي كده، ونفس السكشن ده موجود في الاخر، نجيب السنترويد بتاعه اللي هي طلعت النقطه دي مثلا، ونبتدي نوصل بخط. شايف الخط اللي بالاحمر ده؟ ده اللي احنا بنمثل بيه الكاميرا. فالكاميرا بتاعتك كانت بتطلع خط كده، وده اللي اتسمى جوه البرنامج فريم المنت. يبقى هي اي حاجه في الكيس او في الحقيقه بتاعتنا كانت 3 دي، لكن الادريزيشن بتاعها مختلف، فده قلنا بنمثله ب 1 دايمنشنال ألم. في حين لما جينا اتكلمنا او لما نيجي نتكلم دلوقتي على البلاطه بتاعتنا اللي هي كان بيبقى ابعادها بالشكل ده مثلا، ليها ال1 وال2 اللي هم ال اكس وال واي، وليها تخانه صغيره قوي اللي هي تخانه مين؟ البلاطه بتاعتك بالشكل ده كده. فبنيجي نقول ده انا كان عندي هنا ال اكس وكان عندي هنا ال واي، والاثنين دول كبار بالنسبه للتخانه بتاعتك، فينفع اعمل التخانه بتاعتي. عشان كده بنيجي في السنتر لاين بتاع السيكنس، بنمشي بالشكل ده كده في السنتر لاين، ده ما يدور البلاطه بتاعتك في السنتر لاين بتاعها، ونقول شايف المستطيل اللي اترسم ده؟ ده اللي احنا بنسميه اريا اليمنت او شيل اليمنت، اريا اليمنت او الشيل اليمنت. يبقى ده اللي هيتمثل بالبلاطات. ده مش بس البلاطات كمان، ولو كان عندك شيل وولز حوايط، ما الحيطه بتاعتك بتبقى حيطه واقفه رأسيه بالشكل ده كده، متثبته مثلا تحت عند الفاونديشن. ايوه ارتفاعها ده كان ارتفاع الدور 3 متر، وطولها بيطلع طول كبير برضه ممكن يبقى 5 متر و4 متر، وبالتالي دي انا ما ينفعش اعمل حاجه من الاثنين. لكن لو جيت اشوف تخانتها الاقي تخانتها برضه 30 40 سم، فينفع نجلكت التخانه، فالاثنين دول ينفع يتمثلوا باريا اليمنت او شيل اليمنت. يبقى دلوقتي اول حاجه عشان نبقى فاهمين ان اي جزئيه زي الكاميرا او حتى العمود هيتمثل بفريم اليمنت. برضه ده كان شكل العمود بتاعنا، كان ليه كروس سكشن وليه ارتفاع. الارتفاع بتاعنا ده اللي هو ارتفاع الدور وليكن 3 متر، لكن ابعاد العمود كانت بتطلع مثلا 30 سنتي في 60 سنتي او 30 في 50 او 50 في 50، كلها ابعاد صغيره بالنسبه لارتفاع العمود، فده بيتمثل بفريم اليمنت موجود فين؟ في السنتر لاين. فدي اول نقطه بالنسبه لنا، نبقى فاهمين كل واحد هيتمثل بايه عشان لما نيجي نرسم دي اكس اف نعرف هيتعمل ازاي. يبقى ده اول حاجه، انا فهمت ان الكاميرا والعمود هتمثلوا فريم اليمنت، ان البلاطه هترسم شيل اليمنت. طب الكلام ده لو انا عايز ارسم ما يسمى بالدي اكس اف، رسمه كاد تتقري جوه البرنامج بتاع السيف، فده بنقول عليه دي اكس اف. طب الدي اكس اف بيفهم برنامج السيف ده هيفهم ازاي الكاميرا والعمود؟ طيب تعال نحط العناصر بتاعتنا، اول حاجه الكولومز، بعد كده البيمز، وبعد كده السلاب او الاوبننج، الاثنين هيتعاملوا نفس المعامله. يعني لو عندك فتحة ازاي الكلام ده نعرفه او نرسمه في رسمة كاد عشان هناك يتقري على مين؟ على برنامج السيف. اول حاجة الكولوم بقول لك ارسمه بولي لاين، بولي لاين يعني كأنك بترسم مستطيل كده مقفول. طب البيم هنرسمها لاين. طب البلاطة بتاعتك هتترسم بولي لاين، والفتحة بتاعتك بولي لاين، يعني معنى كده ان كل حاجة هتترسم بولي لاين ما عدا مين؟ بعد البيم. حتى لو كان عندنا كمان حيطه، يعني لو كنا جينا زودنا هنا عندي حيطه، اقصد بحيطه هنا حيطه خرسانه سواء كانت ريتيننج وول او شيل وول، برضه هتترسم ايه؟ بولي لاين. طيب هي ايه الميزه بقى انها ترسم بولي لاين؟
الميزه اللي هيعملها البرنامج الصيفي لما ترسم العمود بوري لاين، يعني جيت رسمت حاجه بالشكل ده كده، انه هو من الابعاد بتاعه الكاد هيقدر ياخد الكروس سكشن بتاع مين، بتاع العمود، فانت مش هتحتاج تعرف له الكروس سكشن. طب هل في الكاميرا اللي انا برسم له لاين هو هيفهم او يعرف يجيب من الخط ده القطاع بتاع الكاميرا؟ لا، فده احنا اللي هنعرفه. البوري لاين بتاع البلاطه بيبين حدود البلاطه اللي هي مثلا حدودها شكلها عامل كده، لكن ما بيدوش الدخانه، فده برضو احنا اللي هنعرفه. تمام. طيب يبقى اول خطوه لو انا عايز اعمل دي اكس اف دي، خلاص دي ملهاش دعوه بالرسم الانشائي، يعني انا خلاص هبتدي اشوف اسيب ده زي ما انا عايزه وابتدي اقول تعالى نعمل دي اكس اف. طب انا ممكن اروح جاي ببساطه كده واخد دي مثلا الرسمه بتاعتك على جنب هنا، عشان انا هبتدي اعدل هنا الدي اكس اف بتاعتي. الدي اكس اف انا مش عايز غير كاميرا وعايز العمود وعايز نختار الرسمه كلها تاني. وتعالى بقى نقول دي الدي اكس اف. اول حاجه انا مش عاوز التخانات دي، ده رقم مش محتاج يروح، فرحت ماسكه من هنا ومسحه عشان ما امسحش ده، هشيل ده كده خالص وعملت ديليت هنا مثلا. وبعدين تعالى نشوف بقى العمود بتاعك، انا عايز الحدود الخارجيه بتاعته. طب انا لما جيت ديليت المعماري رسم بلوك، رحت واخده سيلكت سامبلر كده وعملت له اكسب لود. التهشير بتاع العمود ده ما يلزمنيش خالص، فكل اللي هعمله اروح جاي سيلكت سامبلر تهشير العمود، برده استنى انا مش همسحه من الرسمه دي، وعملت له ديليت هنا. طبعا انت كنت ممكن تاخد الرسمه دي اصلا في فايل جديد لو انت عايز تعمل كده. تمام. طيب دي كده بقت الاعمده. اتاكد، المفروض انك تتاكد ان عندن دي كلها بوري لاين، او ارسم لنفسك يا سيدي لاير جديد. انا ممكن اروح جاي مسمي دي لاير جديد اسمها سيف كولوم مثلا بالشكل ده، واروح جاي اعمل لاير ثانيه ممكن اسميها سيف سلاب. دي بس مجرد حاجات كده تنظيميه ليك انت عشان تبقى كل حاجه واضحه. وممكن اسمي لاير ثالثه سيف بيمز، انا بختار لهم الوان كده مختلفه، ولو عايز كمان فويدز او اوبنينجز عشان لما اجي ارسم كل حاجه منهم يبقى ليها لون مميز. تمام. انا دلوقتي هرسم الكولمز بتاعتك، رحت جيت عملت ايه جنب كل كولم من دول، يا اما اروح جاي رسمه كاريكتانجل بالشكل ده كده، او اروح جاي بولي لاين بالمنظر ده. تقعد ماشي بولي لاين وتقفل البولي لاين بتاعك بالسي، واحد اثنين ثلاثة اربعة، يا تدوس على دي يا اما تدوس سي انتر ان هو يعمل لك كلوز، ترسمهم عليهم. او اوريدي كنت ممكن اتاكد ان دول مرسومين كلهم بي بولي لاين، يعني انا كنت ممكن شايف ممكن مرسمش دول واروح جاي مختار العمود ده كده، اتاكدت انه مرسوم بولي لاين واروح جاي مختار ده لسه ما اتعملش، فبص دول كده، واروح جاي بس مغير اللاير ايه بتاعته لو انا اتاكدت انه مرسوم، فده في حاله ان انت مش عايز ترسم من اول وجديد، فعملته دي باللاير اللي اسمها ايه سيف كول. بعدين دول كده كانوا لسه برده ما اتعمل لهمش اكسبلود، رحت جيت عملت له اكسبلود عشان امسح الهاتشنج اللي موجود جواه، برده استيل انا مش عايز امسحهم من الرسمه الاصليه بالشكل ده. انا شايف ان العمود ده كان هو اوريدي مرسوم بولي لاين، ودي حاجه لازم تتشيك عليها، لان لو اترسم هنا غلط هيروح هناك مش هيتقري، فبرده رحت جيت هنا غيرت اللاير بتاعتي خليتها سيف كولمز. كده انا رسمت الاعمده بتاعتي كلها كانها بولي لاين. بعد كده لو عايزين نرسم الكاميرات، طب الكاميرا بتاعتك كان عرضها بالشكل ده، انا عايز ارسم الكاميرا خط، ترسمه خط فين؟ اروح جايب الاول اللاير بتاعت السيف بيمز، وبص بقى ارسم اللاين بتاعنا المفروض ترسم في اي مكان، يعني ممكن ارسمه فوق او تحت، بس انسب مكان ارسمه في السنتر لاين. نيجي بقى نسال السؤال المهم، الكاميرا دي اخلي الخط ده واقف على وش العمود ولا ادخله لحد السنتر بتاعه؟ بالنسبه لبرنامج السيف انت ممكن من اول سيف 2016 ممكن تخليه يقف على وش العمود. ليه؟ لان هو زود حاجه جوه البرنامج اسمها اريا او ستيف اريا اوفر كولوم، ستيف اريا اوفر كولوم، ودي بقى نقطه برده مهمه انكم تكونوا فاهمينها. شايفين العمود بالمنظر ده، المفروض لو انا جيت اركب عليه كاميرا، الكاميرا بتاعتنا ترسم خط، فلو انت عايز تقول ان الكاميرا دي بتشال على العمود، ولو انا وقفتها على الوش كده هل الخط ده متشال على ده؟ المفروض لا، وبالتالي لو جيت ترن دي هتلاقي الكاميرا دي طايره في الهواء. ليه؟ لان العمود بقى بيتمثل بالخط ده بس. طب عشان نخليها صح كان لازم اوصل النقطه دي تتشال على النقطه دي. راح جه سيف قال لك طب بص بقى انا هعمل حاجه كده صغيره، شايف الاريا بتاعت العمود اللي هي اللي فوق دي، الاريا دي
انا هاجي فوق العمود اللي انت رسمه بخط، هو مش هيتغير، هو ستيل فريم ألم، بس هحط لك حاجه كده هسميها ستيف اريا، كاني بحط بلاطه، والبلاطه دي هديها بروبرتيز، يعني هديها اريا وهديها اي اكس واي 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 اكس واي والكلام ده كله بتاعه العمود، فكان اديت حته بلاطه هنا بس بنفس قوه مين؟ العمود. وبالتالي لو انا جيت دلوقتي وقفت الكاميرا بتاعتك على وش العمود، مش هتلاقي ان في حاجه تشيلها ولا لا؟ اه هتلاقي الجزئيه دي، فدي اللي بنسميها ستاف اريا، ودي هنشوفها دلوقتي هتعمل جوه ازاي جوه البرنامج. يبقى دي النقطه الاولانيه، ان انا ينفع اقف هنا طول ما انت شغال على سيف 2016 او بعد كده كمان، علشان خاطر البرنامج بقى فيه الستاف اريا، فافضل ماشي بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده لحد ما ارسم كل الكاميرات اللي موجوده في السقف بتاعك المنظر ده. لو انت كان عندك الكاميرات بتاعتك كذا نماذج ككونكريت، كنا ممكن نعمل لاير في الكاد هنا، هسمي دي مثلا سيف بيمز بي واحد وسيف بيمز بي اتنين وسيف بيمز بي تلاتة، لو كانوا مختلفين في ايه؟ في الكونكريت دامنشن. تمام، انا ممكن اروح جاي واخد دول كده سيلكت سيميلر عشان اشوف انا رسمت ايه، وجيت انا شايف ان دي نفس الاسبانات اللي موجوده، شيل دول كده، نفس الاسبانات اللي موجوده تحت، فرحت واخدهم كوبي من اي نقطه بقى انا عايزها وحطيتهم بالشكل ده كده. تمام، ابتدي بقى نظبطهم لو كانت في حاجه فيهم مش مظبوطه بالشكل اللي قدامنا ده واحده واحده، او كنت ممكن ارسمهم من اول وايه من اول وجديد. ما كانش فيه كاميرا خالص فدي مش موجودة، وهنا الكاميرا دي وصلتها لحد العمود، من العمود للعمود بالشكل اللي قدامنا. ونبتدي زي ما قلنا من شوية، هنكمل كل الكاميرات بتاعتك لحد ما يبقى عندي الكاميرات بالشكل اللي قدامنا. رسمت كل الكاميرات، طيب الشكل اللي قدامكم ده اهو، لو مسكت الكاميرا دي او الخط ده كده، انا رسمت كل الكاميرات اللي احنا كنا حاطينها في الاستاتيكال سيستم. تمام، طيب ممكن يكون كان في كاميرا هنا، يعني في الاستاتيكال سيستم اصلا بتاعك ده، انت ممكن تيجي تحط كاميرا هنا عند وش السلم بتاعنا لو كانت تنفع معماريا بالمنظر ده، ودي ممكن نبقى نتناقش فيها قدام شويه اما نبقى نيجي نتكلم عن الاستاتيكال سيستم نفسه بتاع مين، بتاع السلم، ان السلم بتاعك ده هيتشال ازاي، وبالتالي ده برضه هتظهر معاك هنا لو احنا كنا عندنا كاميرا زي دي، فانا ممكن اروح جاي بقى راسم برضه ليها كاميرا بالمنظر اللي قدامي ده، وهكذا لحد ما نرسم كل الكاميرات اللي موجوده في البلان بتاعك كده. رسمت اعمده، رسمت كاميرا تناسب بلاطه، انا بقول لك بولي لاين بس، فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اروح جاي ماشي داير ما يدور لو هي البلاطه بتاعتك، يعني اروح جاي بولي لاين واقعد ماشي بالشكل ده، شايف حدود البلاطه دي المفروض تمشي مع الحدود الخارجيه بتاعت مين؟ بتاعت المبنى بتاعك بالشكل ده كده، وافضل ماشي واحده ورا الثانيه لحد ما اخلص الحدود الخارجيه بتاعت المبنى بتاعنا. او كان واحد ممكن ينجلكت فكره انه يحط البلاطه بتاعته دي على طرف العمود، لان انت واخد بالك ان العمود خارج بره حدود المبنى شويه، ودي غالبا بتبقى المعماري هو اللي عايزها عشان خاطر الفينشنج بتاعه. رحت ماشي كده طالما ده كله ايدج واحد لحد هنا، وبعدين نقعد نمشي برده مع الحدود الخارجيه بتاعه المبنى بالمنظر اللي قدامنا ده، لحد ما يبقى عندك بولي لاين بيمثل لك كامل الحدود الخارجيه بتاعه البلاطه بتاعتك. وبعدين هنيجي بقى ندخل جوه نلاقي ان مثلا كان في عندك شويه فايد زي اللي كنا شفناها ناحيه الحمام وناحيه الستورج روم، وممكن يكون كمان السلم بتاعنا، لان السلم بتاعك ده مش بلاطه افقيه، وبالتالي انا ما ينفعش اسيبه موجود في البلان عشان ما يعمليش استمراريه مع البلاطه اللي جنبها، وده مش موجود. دي نقطه النهايه بتاعتك اهو، دوست مثلا كلوز، شايف ده كده، دي بقت الحدود الخارجيه بتاعت البلاطه. هنيجي بقى انا بس هغير ده، احنا كنا مسمينها سيف اي سلاب، بعدين اروح جاي دلوقتي اقول لك تعالى نرسم مثلا فويد، فاروح جاي شايف الفايد دي ارسم عليها ريكتانجل او بولي لاين، لان الريكتانجل ده اصلا بولي لاين بالشكل اللي قدامنا ده، وهنا برده كمان ايه بولي لاين كده، انا حطيت الفتحتين دول. طب بالنسبه للسلم، السلم هو برده هيتعمل الباكيه بتاعته دي كانها فايد، ليه؟ لان السلم في الحقيقه هو كان بلاطه مايله مش مستمره خالص معنا ولا معنا،
فجيت انا قلت لك هنعملها فويد بالشكل ده. كده انا رسمت العناصر الانشائيه بتاعتي كدي اكس اف. ايه بقى اللي انا عايزه؟ انا مش عايز من هنا بص، اختار لي كاميرا واحده، اختار لي بلاطه واحده، اختار لي عمود واحد، اختار فويد واحده، مش دي العناصر اللي كانت موجوده، واروح جاي اعمل لهم سيلكت سيميلر بالشكل ده. بعد ما اخترتهم شايف دول كده، انا هروح جاي واخدهم كوبي بيز او كوبي، حتى مش هتفرق كوبي بيز او كوبي، همسكهم منين؟ من النقطه دي، وعايز افتح فايل جديد عشان اسيف ده كدي اكس اف، وعملت كنترول في جاب لك الرسمه هي اللي احنا كنا جايبينها اللايرز بس بتاعتك. النقطه دي عايز توديها فين؟ انا ممكن اوديها النقطة الاوريجن، فهكتب 0.0. عملت كده هتلاقي ان النقطه اللي انا كنت ماسكها راحت عند نقطه الاوريجن بالشكل ده. حاجه مهمه، دي المنظر او دي اللايرز اللي انا عايز اوديها للبرنامج بتاع السيف، مش عايز اودي حاجه تانية خالص. عشان كده شايف كل اللي انا عملته هنا ده، انا ده مش عايز منه حاجه، هي الرسمه اللي موجوده هنا دي سعادتك اللي هتروح جاي دلوقتي عامل لها سيف از. هنا في دي دبليو جي، لا اللي هيتقري جوه البرنامج حاجه اسمها دي اكس اف، فاروح جاي مختار ده دي اكس اف، واروح جاي ده مسميه مثلا سوليد سلاب سيشن دي اكس اف بتاعك بالشكل ده. دوست سيف، اتسيفت. هقفل ده خالص لان ما ينفعش تقراه جوه برنامج السيف وهو مفتوح. يبقى تاني كده، انا اللوحه بتاعتك دي كانت اللوحه الانشائيه، انا ما غيرتش فيها حاجه، اللي انا كنت عمال اعمله هنا ده عشان اوصل للدي اكس اف اللي انا جبته، وبالتالي دي كده ما بقاش ليها اي لازمه موجوده هنا، لان انا الدي اكس اف بقى موجود معايا خلاص سيفته. تمام. الخطوه اللي جايه دلوقتي بقى ابتدي افتح البرنامج واشوف هعمل موديل للكلام ده ازاي. طيب انا فتحت دلوقتي البرنامج ده، اول ما تفتحه هيبان لك الشكل ده. بصوا الانترفيس بتاع البرنامج بتاع السيف او حتى التابس اللي هنجيله قدام شويه، هو ما يختلفش كتير عن الموجود في برنامج الساب اللي احنا استخدمناه. حاجة بس مهمة، هو ايه الفرق ما بين برنامج السيف والساب وحتى الاتابس؟ لازم بس نكون يعني شايفين هو انا بستخدم ليه برامج كتير، ليه ما بستخدمش برنامج واحد؟ هما كلهم تقريبا بيعملوا نفس الحاجة، وكلهم شغالين بنفس الطريقة بس، وكلهم نفس الشركة، بس الفكرة ان كل برنامج منهم هما حاطين فيه او الشركة حاطة فيه ميزة تخليك تستخدمه بشكل اسرع شوية. فبرنامج الساب فيه امكانيات اعلى كتير قوي من اللي موجودة مثلا في برنامج زي السيف او حتى اللي موجودة في الاتابس، في حين ان برنامج السيف فيه بقى شويه حاجات تسهل لك قوي الاناليسز اوف 2 دي سلابس. عشان كده هتلاقي ان احنا السيف دايما بنستخدمه بس عشان اعمل اناليسز لسقف واحد، لكن ما ينفعش اعمل اناليسز ل 3 دي بيلدينج، ده يروح يتعمل على برنامج زي الاتابس، وده متسهل في الاتابس. طب ينفع يتعمل على الساب؟ اه ينفع، بس هيكون اصعب شويه. تمام. طيب فالسيف انا بستخدمه عشان اعمل اناليسز لل 2 دي سلابس، ممكن يبقى سقف، ممكن يبقى لبشه، اساسات، ده بس اللي اقدر اعمل عليه اناليسز على برنامج السيف. طيب في البدايه خالص هروح جاي اقول فايل نيو موديل. اول ما هنفتح الموديل بتاعنا هتجينا القايمه بتاعه الموديل انيشاليزيشن او التمبلتس بتاعتك، بيقول لك لو انت عايز تعمل ديزاين باستخدام السيف اختار الكود اللي هتعمل بيه ديزاين، ودي ديزاين بريفيرنسز، شويه تعليمات كده او معلومات خاصة بالديزاين بتاعك اللي هو الكفر في البيمز والسلابس وكلام من ده. انا مش هعمل ديزاين دلوقتي بالبرنامج. بروجكت انفورميشن لو عايز تحط اسم المشروع واسم العميل والمكتب والكلام ده كله. اول حاجة تهمني بقى اليونتس، ايه اليونتس اللي عايز تشتغل عليها؟ فانا اروح جاي اقول له اليونتس بتاعتي مثلا اشتغل كيلو نيوتن متر. اللي موجود قدامك ده في هنا يو اس ديفولت اللي هو الكير باوند او الكبس والكب والانش والفرنهايت. المتريك هيتحول كيلو نيوتن ميكس ما بين ملي وما بين متر، يعني هتلاقي في شويه حاجات ملي وشويه حاجات متر. كونسيستنت، انت لو عايز تحدد حاجه معينه عايز اخليها كيلو نيوتن كلها كيلو نيوتن ملي او كيلو نيوتن متر، يبقى هنا كل الملي اتحول لمتر، فاختار اليونتس اللي انت عايزها. تمام. فانا جيت لو قلت متريك مثلا اوكي. طيب الديفولت بتاعك، هل انت عايز تستخدم تمبلت؟ يعني دي مثلا تمبلت لفلات سلاب، ده تمبلت لفلات سلاب ويز بريمتر بيمز اللي هي المارجنال بيمز، تو واي سلاب بيز مات اللي هي الفاونديشن بتاعتك، الوافل سلاب دي تو واي هولو بلوك، الريبد سلاب دي وان واي هولو بلوك، سنجل فوتنج وكومبايند فوتنج اللي هم الايزوليتد جريدز لو عايزين شويه جريدات. طيب انا لو انا هرسم جوه البرنامج انا هفضل ان انا اعمل جريدات اكسات واقعد ارسم عليها واحده واحده، بس عاده كل ما البلان بتاعنا هيبقى غير منتظم فهيبقى الرسم بتاعه صعب جوه البرنامج. علشان كده ده اللي خلاني قلت لك تعالى نعمل نستغل رسمه الكاد اللي معايا، اعمل منها حاجه اسمها دي اكس اف وادخلها جوه البرنامج. فاقول له انا مش عايز جراد، هات لي بلانك شاشه فاضيه خالص. الخطوات بتاعتنا جوه اي موديل كالتالي، اول خطوه تعالى نديفاين الماتيريال، فاروح جاي ديفاين الماتيريال. ها
هو معرف لنا هنا ماتيريال سي اس اي سي 30، هو مسميها كده، دي الخرسانه. انا ممكن اروح جاي مغير الاسم بتاعها اسميها مثلا كونكريت، الكونكريت بتاعنا الجامعة بتاعتك الويت بير يونت فوليوم بالكيلو نيوتن على متر مكعب كانت 25. يانجست مودلس بتاعنا وبالنيوتن على ملي متر مربع، يا اما تحسبه اللي هو 4400 جذر اف سي يو. وهنا كمان ممكن في انك تدوس شيفت انتر هيفتح لك كالكوليتر تدخل لي الفورمولا اللي هنا وهو يحسب. فانا ممكن اقول 4400 في الاف سي يو اللي هي 25 اس نص كانها كالكوليتر، واقول له كالكوليت طلعها لك ب 22000، اقول له اوكي هيكتب لك ال 22000 على طول، او انت كنت تكتبها دايركت. دي لو عايز تجيبها هتدوس شيفت انتر تظهر لك الكالكوليتر دي. فاصون زريش بتاع خرسانه 0.2 كوفيشنت ثيرمال اكسبانشن فانكشن في نوع الركام، وده مش هيستخدم غير او مش هيكون ليه تاثير غير في احمال الحراره حسب هو الشير مودلس اللي جاي ده خاص بالديزاين مش هغير فيه حاجه. دوست اوكي كده انا عرفت الماتيريال اسمها كونكريت. بعدين ديفاين السكشن بتاعنا، هنا مش هتلاقي بقى فريم سكشن واريا سكشن، هو هنا اذكى شويه البرنامج بيقول لك انا عارف ان في حاجه اسمها سلاب، عارف ان في حاجه اسمها بيم، عارف ان في حاجه اسمها كولوم، عارف ان في حاجه اسمها وول. فجيت في السلاب اروح جاي دلوقتي عامل ديفاين مثلا سلاب سكشن، فاقول ده الاس مثلا كام، انا كان عندي والله تخانتين او اكتر او اقل، ابتدي احط التخانات بتاعتي. فانا كان عندي تخانه 15 سم مثلا واحط التخانه دي 150 ملي. وبعدين رحت لو كان عندك تخانه تانية كنت ممكن اجي اقول ده الاس والسلاب بتاعتك دي كانت كام، كانت 10 سم اللي هي 100 متر بالشكل ده كده، ده لو كان عندك تخانات كتير. طب البيمز والله اروح جاي قايل ده انا البيم بتاعي كانت البيم الموجوده عندي كانت 20 في 50. طيب كونكريت ده ريبار ماتيريال وريبار ماتيريال شير، ده التسليح بتاعنا ومش هيفرق معايا ان انا مش عامل ديزاين زي ما اتفقنا. هنا بيقول لك شكل الكاميرا ايه، عايزها ريكتانجل ولا تي ولا ال ولا جنرال سكشن، انا هقول له ده ريكتانجل. طب الريكتانجل عايز منك الويب واتس ات توب، عرض الكاميرا من فوق، وبعدين الويب واتس ات بوتوم، عرض الكاميرا من تحت عشان لو كانت نون بريسماتيك، وبعدين الدبس بتاعك اللي هو دبس الكاميرا. فانا اقول له ده 200 وبرده من تحت كان 200 والدبس بتاعنا كان 500. اللي موجود ناحيه اليمين ديزاين بروبرتي داتا تديني الكفر بتاع الكاميرات عشان اقعد اصممها واخد الفلانج دايمنشن منين في التي سكشن والال سكشن، ده برده خاص بالديزاين. دوست اوكي كده انا عرفت الكاميرا بتاعتي. طيب ديفاين الاثنين دول، ديفاين كولوم هل محتاج اعرف سكشن؟ لا، ليه؟ لان انا قلت لك ان البرنامج هيقراها من هنا. طيب خلينا مش عارف ده خالص، كده انا عرفت البلاطات والكاميرات والاعمده انا قلت هو هيقراها من هنا. بعد كده الخطوه اللي جايه عايزين نرسم الموديل. طب انا عايز ارسمه منين؟ عايز ارسمه من لوحه، من لوحه كاد بتاعتك. فروحت جيت قلت تعالى بقى هنا هقول له فايل امبورت، عندك دي اكس اف وعندك حاجه اسمها دي اكس اف اركتكتشرال بلان، ودي اللي انا هسحبها وهنشوف دلوقتي ليه، لان دي اللي هتسهل عليا الرسمه جدا. فسحبت دي، بيقول لك روح اختار الفايل اللي اسمه دي اكس اف اركتكتشرال بلان بالنسبه لك ده. فاروح شايف الفايل اللي انا مسيبه بتاعي فين، ده الفايل اللي احنا لسه عاملينه. ورحت اختاره، اول سؤال بيقول لك هو اليانس بتاع الفايل الكاد ده ايه، ده كان مرسوم بيانس متر. بعدين بيقول لك الدراونج انسرشن بوينت والسكيل، يعني نقطه البدايه نقطه صفر صفر في الكاد احطها فين في هنا في الرسمه، فبقول له حطها في الصفر والصفر برضه. طب عايز تلففها باي زاويه؟ لا، عايز تضربها في سكيل فاكتور، اقول له لا هو واحد. تمام، دوست اوكي هتلاقي الرسمه جات لك هنا كانها خلفيه. يعني بص انا لو اخترت مفيش حاجه اخترت، بس ظاهره قدام عينيك هي كانها خلفيه، ادي العمود وادي الكاميرا بكل تفاصيله بالشكل اللي قدامك ده. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. الميزه في ان انا خليتك رسمت الكلام ده في صوره لايرز، ان انا دلوقتي ينفع اقول له اظهر حاجه واخفي حاجه. فممكن اعمل ايه؟ اروح جاي من اوبشن، هتلاقي في حاجه اسمها اركتكتشر بلان اوبشنز، هنا دي اللايرز اللي موجوده في الكاد معمول لها كلها فيزبل، فانا ممكن اقول له دي سيلكت. اقول تعالى نمسك حاجه حاجه، انا عايز ارسم الاعمده، هقول له اختار الاعمده بس ودوس اوكي. بص كده هنا مفيش غير اللي مرسوم، انا اخترت بس اني لاير، انا اخترت سلاب، انا عايز الكولومز، هتلاقي كل حاجه اختفت ما عدا مين؟ الاعمده، موجوده اي مستطيلات بالشكل ده كده قدام عينيا. طب لو انا عايز ارسمها، بص بقى الموضوع هيبقى سهل ازاي، هي خطوه واحده ارسم بيها كل الاعمده اللي في المبنى. هتروح جاي هنا اما درو كولوم، او موجود اختصارها بره اهي درو كولوم، تظهر لك الويندو اللي موجوده اللي فيها البروبرتي ده السكشن ما نعرفش هيبقى ايه. هنا بقى اللي يهمني ارتفاع العمود كام، تشوف والله ارتفاع الدور ولا يكون طلع 3.2 من 10، ده ارتفاعه لتحت. طب لفوق انا ما عنديش العمود لفوق، هو لتحت.
طيب عملت الكلام ده وما تعملش الانجل بتاعتك هي صفر، بص بقى انا هعمل ايه، هاجي على العمود ده واختار عليه كده، بس اخترته من الشمال لليمين بالمنظر ده، هتلاقي العمود ده اترسم بالمنظر ده على طول، خد السكشن والاورينتيشن. يعني انا لو جيت على عمود افقي زي العمود ده مثلا، بص كده هيترسم افقي. عشان كده انت كنت ممكن تيجي مره واحده تختار كل الاعمده دي، مش شرط عمود عمود يعني، جيت اخترت كل الاعمده اللي موجوده في الرسمه لقيتها كلها اترسمت مره واحده بالشكل اللي قدامي ده. ده كل عمود خد السكشن بتاعه، ده مش بس كده، وخد الاورينتيشن بتاعه، ده افقي ده راسي، لو كان في واحد مايل هيبقى مايل، وكل حاجه اتعملت اهو، برده شويه اعمال كانوا باقيين كده، انا رسمت كل الاعمده اللي في اللوحه تمام. لو جيت 3 دي بص شايف العمود ازاي اهو، ده فريم قلم زي ما اتفقنا، كل واحد منهم واخد السكشن بتاعي بالشكل ده تمام. طيب بما اننا في الاعمده تعالى بقى نخلصها دلوقتي. لو انا دخلت جو ديفاين كولوم بروبرتيز، احنا ما كانش عندنا سكاشن، بس بص هو اوتوماتيك عرف لك شويه سكاشن. كولوم واحد ده انا ينفع اعمل له ديليت، كولوم اتنين ما ينفعش. معنى كده ان كولوم اتنين مستخدم في هنا قطاع كولوم اتنين، لكن كولوم واحد مش موجود، فانا همسح واحد ده. تعالى بقى نخش كولوم اتنين ده، هتلاقيه بيقول لك العمود ده 20 في 50. هو قرا الابعاد دي منين؟ قراها من الكاد تمام. لو دخلت على العمود اللي بعديه هيقول لك ده العمود ده 20 في 60. لو دخلت على العمود الثالث هيقول لك ده 20 في 40. دول الثلاث نماذج اللي كانوا موجودين في المبنى. طيب فاكرين القصه اللي انا كنت بتكلم معاكم فيها من شويه بتاعه الريجيد زون دي او الستيف اريا اللي موجوده؟ لحد دلوقتي البرنامج ما عملهاش. طب بتظهر فين؟ جوه كل عمود لو جيت بصيت تحت هنا بيقول لك انكلود اوتوماتيك ريجيد زون اريا اوفر كولوم، يعني فوق كل عمود من دول احط لك الريجيد زون فوقيه اه ولا لا، لو علمت صح اه، لو ما علمتش يبقى لا. طيب تعال نشوف البروبرتيز اللي هو هيعملها. بص العمود ده كان 20 في 50، اللي انا هبينها دي البروبرتيز مش بتاعت العمود، دي بتاعت الاريا او الريجيد زون اللي هيحطها فوق العمود، هتلاقيها نفس البروبرتيز بتاعت العمود. يعني لو ضربت دول تطلع الاريا بتاعت العمود، هيديها للريجيد زون. لو حسبت الاي اكس والاي واي هيحطهم هنا، كل البروبرتيز بتاعت العمود هيديها للريجيد زون او البلاطه اللي هتتحط فوق العمود. فانا دلوقتي بس اللي محتاج اعمله ان انا ادخل جوه كل عمود من دول اعلم على الريجيد زون اللي هتتحط فين؟ فوق العمود. دوست اوكي. تعال بقى نشوف حاجه دلوقتي. دلوقتي لو رحت عند اي عمود واخترت هنا هتلاقيه بيختار لك اريا اهو، 1 اريا 4 ادجز سيلكتد. لو دوست كليك يمين هيقول لك دي حاجه اسمها ستاف، وهو كاريت حاجه اسمها ستاف على طول، ودي اللي اداها البروبرتيز اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. يبقى انا كده خلصت من الاعمده بتاعتي كلها وخلصت من قصه الستاف تمام. اروح راجع تاني اقول والله دلوقتي ده انا نفسي ارسم مثلا البيمز، اروح جاي اقول له خلاص بقى، سواء هتخفي الاعمده وتظهرها هي كده كده اترسمت، اقول له تعالى بين لي البيمز، برنك الخطوط دي. طب انا عايز ارسم البيمز هعمل ايه؟ بص اروح جاي برده درو بيم، وانا حتى دلوقتي ممكن اخليك عشان تشوفها، اروح جاي هنا من العلامه دي سيت ديسبلاي اوبشن، اقول له اعمل لي اكسترود فيو عشان الحاجه اللي بتترسم تبان لك السكشن بتاعها. رحت قلت له تعالى بقى نرسم هنا الكاميرا دي 20 في 50 تمام كل حاجه. بص بقى انا مش هرسم بقى الخط، انا هاجي هنا ادوس كليك يمين واقول له اتسيف في، بص الكاميرا اترسمت على طول اهي، هو بيروح ماسك الخط يحط لك مكانه على طول ايه كاميرا. بس انا محتاج بقى المره دي للاسف ان انا امشي فوق كل خط من دول، يعني ما ينفعش بقى اختارهم كلهم زي ما عملنا في الاعمده، لا ده انا محتاج امشي ورا كل كاميرا اقف عليها واقول له اتسيف مين، اتسيف في بالشكل اللي قدامي ده. فرحت جيت هنا بالمنظر اللي قدامك امشي على كل الكاميرات اللي موجوده المنظر ده كده. انا رسمت كل الكاميرات اللي كانت موجوده فين؟ في البلان بتاعي. يبقى انا رسمت اعمده وكاميرات كده، اتبقى لك البلاطات بتاعتي. واروح جاي دلوقتي اقول له انا ممكن تبين لي بقى البلاطات، وحتى ممكن تبين كمان معاه الفايت عشان نرسمهم مع بعض بالشكل ده. طيب الموضوع هنعمله ازاي؟ اروح جاي ببساطه جدا، بص بقى ترسم هنا درو سلابس مش ريكتانجل، لا انا هقول له اللي هي البولي اريا. طب عايز ترسمها بال10 ولا بال15 ولا بايه بالظبط؟ هنشوف القصه دي دلوقتي وهنتناقش فيها. تعال نحل اول حاجه، لو انا كنت واخد السقف ده كله تخنته 15 سم، تخنته 15 سم، بص هتعمل ايه؟ تعال على طرف البلاطه بتاعتك ودوس كليك يمين واقول له اد سيف اري، بس كده. كل دي كده اتضاف عليها بلاطه قد ايه؟ اتضاف عليها بلاطه قيمتها او تخانتها 15 سم، بس كلها كده. طب انا جيت مثلا حته زي دي، مش دي كنا بنقول فويد؟ اه عايز اقلبها فويد. شايف فوق هنا تايب اوف اوبجكت، بدل ما هو سلاب اخليه اوبننج،
واقف هنا على حدود الفتحة دي واقول له تعالى هنا، اقول له اد سيف اريا. بص بقى المرة دي الاريا دي بقى شكلها اوبننج، بقت فتحة. اروح جاي هنا واقول له برضو اد سيف اريا، بقت اوبننج. اروح جاي على مكان السلم واقول له اد سيف اريا، بقت اوبننج. يبقى احنا كده رسمنا السقف بتاعنا وعملت الاوبننج اللي فيه. ملحوظة بس اللي عايزين الناس اللي كانت تناقش فيها، ان انا السقف اللي رسمته ده رسمته كله بتخانة واحدة اللي هي كام، اللي كانت 15 سنتي. السؤال دلوقتي لو انا بقى مش عايز كده، انا عايز ان في جزئية مثلا تكون هنا زي ما كنا متفقين، تبقى دي بس اللي 15 والباقي كله 10. طب انا جيت مثلا اخترت دي بدل ما كانت كلها 15 عايز اخليها مثلا كلها 10، فعامل اساين سلاب داتا بروبرتيز خليها كلها 10، خلاص دي كلها بقت 10 اهي. ايوه انا برضو ستيل عندي دي عايز اخليها 15. نعمل بقى الحته دي ازاي؟ دي الجزئيه الخاصه بالمالتي سيكنس بتاعه الصيف. السؤال دلوقتي، هل انا لما اجي ارسم كان قدامك حل من اتنين، انك كنت جوه الدي اكس اف اللي انت كنت راسمه، دي اكس اف بتاعنا لو جبناه كده احنا لما جينا رسمنا البلاطه فيه انا رسمتها كلها حته واحده اهو، شايف دي كده. اول اوبشن ان انا كنت ممكن اجي هنا من جوه الرسمه بتاعتك من جوه الكاد جوه دي اكس اف، اروح جاي عامل دي بوري لاين لوحدها، والبوري لاين ده اختار ال 15 واللي بره ده كله يبقى بوري لاين تاني وادي له تخانه ال 10. ده اول حل. طب انا نسيت اعمل ايه؟ او ما نسيتش او حتى اوريدي عملت كده، انا كنت ممكن اعمل حاجه تانية. كنت ممكن برضو ارسمها زي ما انا رسمتها كده واروح جاي راسم بولي لاين حوالين الحته اللي انا عايز اخليها 15 وليكن الحته بتاعتي مثلا اللي هي دي، شايف مثلا انا عايز الحته دي كده تبقى 15 سنتي، شايف ده كده. يبقى انا كده بقى معايا بولي لاين صغير جوه بولي لاين كبير، وده يمكن اللي انا هعمله دلوقتي هنا. فانت كده لازم تحدد لي هنا عندك جزء للتخانه وجزء التخانه تاني. السؤال بقى دلوقتي، انا دلوقتي جيت عملت التخانه دي 10 سنتي وعايز ارسم هنا بلاطه بتخانه 15 سنتي، اما اجي ادخل التخانه دلوقتي ادخل الفرق ولا ادخل ال 15 كلهم؟ دي معتمده على البرنامج بيفهم ايه. برنامج السيف بيعمل اوفر رايت للسيكنس. يعني ايه اوفر رايت للسيكنس؟ يعني هتروح جاي لو انت حطيت هنا بلاطه، رحت جيت ريكتانجل مثلا وانا والله عايز ارسم بلاطه من اول فين، هروح جاي اقول له ده من اول هنا، دي الباكيات بتاعتك اهي، اروح جاي اقول له ده البلاطه بتاعتي اللي هيترسم من اول هنا لحد مثلا هنا. انا رسمت دلوقتي بلاطه، انا دلوقتي اديتها تخانه كام؟ 15. السؤال دلوقتي، انا كنت راسم تحتها بلاطه 10، هل معنى كده ان البلاطه هنا تبقى 25؟ الاجابه لا. السيف بيعمل اوفر رايت، يعني التخانه اللي هتتحط فوق دي اللي هياخدها. طب يعني فوق ازاي؟ يعني انا لو كنت راسم اللي تحت 15 واللي فوق 10 هياخد ال 10؟ اه. السيف بياخد التخانه بتاعه الاوبجكت اللي ارياته اصغر. تعال نفكر في دي شويه. انا رسمت دلوقتي البلاطه الكبيره دي كلها بتخانه، ورسمت البلاطه دي بتخانه تانية، بغض النظر قيمه التخانه كام، السيف هياخد مين في الحته دي اللي هما الاثنين فوق بعض؟ هيشوف مين فيهم اريته اصغر، فهيمسك المستطيل ده يشوف اريته كام، ويمسك المستطيل اللي بره ده اريته كام، هيلاقي مين اصغر؟ ده. يبقى هياخد تخانه ده. يبقى هو تاني بيعمل اوفر رايت للسيكنس، دي اول حاجه عشان ما حدش يضيف لي الفرق. تاني حاجه بياخد التخانه بتاعه الجزء اللي اريته اصغر. طب انا رحت جيت عملت ده 15 وده 10 زي ما انت عايز كده، انا عرفت كل حاجه. الخطوه اللي جايه بعد الرسم تعالى بقى نعمل لود. اللودز بتاعتنا ايه؟ الاحمال، ممكن يكون عندي فلور كفر، عندي لايف لود، وبعدين ممكن يكون عندك على الكاميرات وول لود. فانا هروح جاي عامل ديفاين لود باتر، الداد واللايف متعرفين اوتوماتيك، هروح جاي معرف دي مثلا هسميها فلورنج، واروح جاي معرف حاجه ثانيه اسميها الوول لود اللي هيبقى موجود، تمام؟ ونبتدي واحده واحده. طيب انا مسكت البلاطه دي وعملت اساين لود داتا سيرفيس لود، وهحط على البلاطة دي أول حاجة الفلور كفر، وليكن الفلور كفر كان هنا 2 كيلو نيوتن على المتر. بص الاتنين اتحطت على الرسمة كلها، الاتنين اتحطت على الرسمة كلها. اخترتها تاني اللي هي الكبيرة دي وعملت اساين لود داتا سيرفيس لود، وجيت قلت اللايف لود كان في المدرسة كان 5، رحت عامل 5 وبرده على كله. تعالى بقى أوريك حاجة صغيرة، هو لو واحد كان مسك الحتة الصغيرة دي وقال اساين لود داتا سيرفيس لود وحط لايف لود عليها 5، وحط لايف لود عليها 5 سواء قال اد تو اكزيستنج او ريبليس اكزيستنج لود. تعالى نشوف بقى دلوقتي اللي حصل، دي بقت 5 ودي بقت كام؟ 10. فده اللي انا كنت عايز اقوله لك، انه في اللود بيجمع. يبقى احنا بنتكلم ان في التخانه بيعمل اوفر رايت، لكن في اللود بيجمع. يبقى الاثنين عكس بعض. ف
فاللود بيتحط على الكبير وخلاص. فانا هروح جاي هنا اقول له لا، شايف اللود اللي على الحته الصغيره دي، انا مش هحط لود اصلا، ديليت اللود عليه. كده بقى اللود عليها كلها 5، تمام. يبقى انا كده حطيت فلور كفر، حطيت لايف لود. طب عايز احط على الكاميرات، بدل ما اختارهم كاميرا كاميرا، ممكن اعمل سيلكت عن طريق البروبرتيز للبيم، اقول له اختار لي الكاميرات اللي السكشن بتاعها 20 في 50، وبعدين اساين لود داتا. المره دي ده مش سيرفيس لود، ده ديستريبيوتد لود على لاينز. هحطه تحت الرول. قيمه الرول لود كام؟ ده اللي كنا بنحسبه زمان، اللي هو كان بيبقى جاما وول في البي وول في الاتش وول. فلو جيت هنا اقول جاما وول مثلا ب 14، عرض الحيطه كان 20 سنتي، ارتفاع الدور كان 3.2، نشيل منه تخانه الكاميرا اللي هي نص متر. والله هحسب القيمه دي واطلعها بالكيلو نيوتن على مين؟ على المتر. فكل اللي انا عايز احسبه دلوقتي، اروح جاي احسب القيمه بتاعت ال 14 في البوينت 2 في ال 3.2 اللي هو ارتفاع الدور ناقص النص، وده يطلع لنا 7.56. يبقى دي كده قيمة اللود لكل متر. فاروح جاي هنا اقول له ده اللود ده 7.56 بتاع اللود بالشكل. لو عايز تشوف في 3 دي هتلاقيه هنا في اللود بالمنظر اللي قدامك ده. طب انا حطيت الاحمال بتاعتي كلها، دلوقتي اعمل ديفاين لود كومباينيشن. انا عايز اصمم الكلام ده على الالتيميت، اصمم ده على الالتيميت، واروح جاي الالتيميت اضرب الديد لود بتاعك اي حاجه ديد في 1.4، الوول بتاعنا ده ديد كمان، وبعدين اللايف في الاخر خالص اي حاجه ديد في 1.4، اي حاجه لايف في 1.6 بالشكل اللي قدامنا كده. انا جبت الالتيميت لود كومباينيشن. المفروض دلوقتي اقدر اعمل رن واطلع المساله، بس ناقص حاجه واحده، ان احنا في البلاطات بنبقى عندنا مشكله مشنج، ودي نقطه مهمه جدا ان احنا بس على الاقل نكون فاهمينها. هي كحل مش هتفرق، دي خطوه تتعمل، بس لازم نكون فاهمين القصه دي. البرنامج بتاعنا سواء اي برنامج من الثلاثه، سواء ساب سيف ايتابس، كلهم بيحلوا بطريقه اسمها فايلات ارم. البلاطه بتاعتنا اللي انا جيت رسمتها، وليكن باكيه مربعه بالشكل ده او مستطيله، انا رسمتها بكام نقطه؟ باربع نقط من دول. فالاربع نقط دول بيتسموا في الفاينات ألمت نودال بوينتس. البرنامج لما بيجي يحل ما بيحلش غير عند الاربع نقط دول بس، 1 2 3 4. طب وبالتالي لو انا جيت عايز مثلا قيمه الديسبيسمنت هنا هيعمل ايه؟ هياخد افرج. طب لو عايز هنا هياخد افرج، وهكذا، يعمل انتربليشن بمعنى اصح. طب في بقى مشكله كبيره قوي، هو لو انا الباكيه بتاعتي دي قلت ده متشاله على اربع سبورتات او اربع عمدان موجودين بالمنظر ده، وبالتالي الاربع ديفورميشن اللي هتبقى موجوده عند الاربع نقط دول، مش دول كلهم اعمده او سبورتات هنج، يبقى الاربعه ما بيتحركوش. وبالتالي لو جيت قلت لك هات لي قيمه الديفورميشن عند اي نقطه ثانيه، هتطلع بكام؟ هتطلع بصفر برضه، مع ان الكلام ده مش منطقي. ليه؟ لان مجرد ما تحط الرود على البلاطه دي المفروض يحصل فيها ديفورميشن، وبالتالي بنج مومنت، وهكذا. فدي مشكله الفعاليات. طب حلها ايه بقى؟ بنقول لك لازم تكتر عدد التقسيمات او عدد النودال بوينتس اللي يتحل عليه. فمثلا لو انا جيت قسمت دي كده هنا مثلا وهنا كده، فبدل ما كانت حته واحده بقت اربع حتت. بس خلي بالك بقى الميزه ان بقى هنا عندي نودال بوينت كمان، ونودال بوينت ثانيه، ونودال بوينت ثالثه، وكمان نودال بوينت هنا. فبالتالي دلوقتي بدل ما كان بيتحل عند الاربعه دول بس، زود عليهم كمان 5، فبالتالي مش هتطلع صفر، بس الاكيورسي بتاعت الحل ستيل سيئه. فيجي واحد ثاني يقول لك طب ما ممكن نقسم دي كمان، واروح جاي مقسم دي كمان، ونقعد نقسم بالشكل ده، هتلاقي عدد النقط اللي بيتحل عندها عمال ايه؟ عمال يزيد. وبالتبعية كل ما عدد النقط دي عمال يزيد، كل ما الاكيورسي بتاعت الحل هتبقى اعلى. طب هنقعد نقسم لحد امتى؟ دي بقى اتعمل عليها ترايلز كتير قوي، بس بنقول لك ان انت لو قسمت لحد نص متر في نص متر، ده هيطلع لك اكيورسي كويس. طب لو صغرت عن كده، هتبقى بتصغر وبتزود عدد النوز بتاعتك، فياخد وقت اطول في الحل، لكن الاكيورسي بتاعت الحل غالبا هتلاقيها ما فرقتش. طيب الكلام ده يتعامل هنا ازاي باختصار او بسهوله جدا؟ هتروح جاي بس ببساطه في رن، في حاجه اسمها اوتوماتيك سلاب مش اوبشن. هروح جاي اقول له ايه؟ يوز ريكتانجلر مش، قسمها لي حتت مستطيليه كده، بحيث ان الابروكسيمت ماكسيمم مش سايز اعلى بعد او اكبر بعد للمش الصغيره دي ما يزيدش عن نص متر. ورحت دايس اوكي. تعالى اوريها لك هي دي شكلها ايه. لو دوست من هنا كده وعايز اقول له بين لي شو مش، بين لي المش، بص كده وعمل ايه؟ هو قسم لك البلاطه بتاعتك بالشكل ده، حته مستطيلات شايف دلوقتي هيتحل عند النقط دي كده كلها، فقسمها حتت مستطيلات بالمنظر ده، تمام. طيب بعد ما عملنا كده، تعالى نعمل سيف از للموديل بتاعنا.
بعد ما عملت له سيف تعال نعمل رن، هيبتدي يحل المسألة بتاعتنا وزي ما احنا متعودين يبتدي يطلع لنا الديفورمت شيب. هنا بقى انا مهتم يبقى عندك اعمده ممكن تجيب لها رياكشن، يبقى عندك كاميرات تجيب لها مومنت وشير، يبقى عندك بلاطات تجيب لها مومنت عليها، ومن القيم دي كلها المفروض نرجع بقى للديزاين اللي احنا اتعلمناه عشان اقدر اطلع تسليح. ده شكل الديفورمت شيب لو جبنا ال 3D بالمنظر اللي قدامنا ده، ادي ستارت انيميشن هيطلع لنا شكل الديفورمت شيب بتاع المسألة بتاعتنا بالمنظر اللي قدامنا ده. تمام، نبتدي بقى نشوف واحدة واحدة النتائج بتاعتك اللي ممكن تخرجها. أول حاجة دي تجيب لك شو انديفورمت شيب، بعد كده ده بيشو لودز لو عايز تبين أي أحمام اللي أنت كنت حاططها، لايف لود مثلا هيبتدي يبين لك اللايف لود اللي موجود ده لو عنده نقط، وممكن تتحكم فيه ان انا اقول له شو لودنج فاليوز او سيرفيس تول يعني يبينها لك كانها كونتورز بالشكل ده. بعد كده ده شو ديفورمت شيب، عايز تشوف الديفورمت شيب نتيجه مثلا ديد ولا لايف ولا اقول له لود ولا حتى نتيجه الالتيميت كومباينيشن. تمام، بعد كده بقى نيجي للفورسز. اول حاجه هنا شو رياكشن، فانا ممكن اقول له هات لي الرياكشن نتيجه الالتيميت لود. الرياكشنز في حاله الجنرال فيكسيشن عندي في 3 دي ست رياكشنات اف اكس اف واي اف زد ام اكس ام واي ام زد، فلو انت عايز تشوف اي فورس منهم دوس عليه، فلو انا عملت كده هيطلع لي الاف زد بس. لو انت عايز تبين ام اكس وام واي هيطلعوا، بس هيطلعوا بارقام صغيره نسبيا لان انت ما عندكش لاترال لود. تمام، طيب انا بينت بس حتى الاف زد دلوقتي عشان اعرف الرياكشن الراس والكلام ده كله، فطلع لي الرياكشن عند كل عمود. لو دوست تابيوليتد هيحط لك كل قيمه من دي كده في ايه، في مستطيل، ودي ممكن حتى تشوفها في البلان. يعني انا لو جبت في البلان بتاعك هيحط لك مستطيل جنب كل عمود منهم القيمه بتاعت الاف زد بتاعته. لو زودت الاكشن تاني هيزود لك تحتيه وهكذا، يعني اف زد ام اكس ام واي لو عايز تشوفهم كلهم في البلان برضو الكلام ده ينفع. يبقى دي الرياكشنز بتاعت العمود. طيب لو انا جيت بعد كده قلت لا ده انا عايز اشوف المومنت على الكاميرات، فروحت جيت اخترت من هنا هي شو بيم فورسز، يجي بقى يقول لك انت عايز الاكسل فورس للنورمال، لو دوسنا هنا طلع لك النورمال فورس اللي على الكاميرات بتاعتك. لو قلت شو فاليوز هيحط لك القيم بتاعتك اللي على كل كاميرا. طب لو عايزين نشوف مثلا ميجر شير اللي هو بالنسبه لنا كان اسمه شير 2.2، ده شكل الشير والقيم بتاعته موجوده. لو عايزين نشوف ماينر شير، ده شير 3.3 وده غالبا هتلاقيه رقم صغير قوي، وده بيجي نتيجه وجود التورشن اللي هو برضه ستيل هتلاقي القيمه بتاعته قيمه صغيره. بعدين ميجر مومنت اللي هو ام 3.3 ده بالشكل ده على الكاميرات، وده بقى اللي هيخليك تقول هي النماذج بتاعت الكاميرات هل هتطلع على نموذج واحد زي ما انت فرضك كونكريت ولا لا. فبنبتدي نشوف كل سكشن او كل نموذج من الكاميرات اللي احنا كنا مسمينهم كلهم بي واحد ومديانهم قطاع خرسانه واحد، التسليح بتاعنا هيبقى قد ايه. فتلاقي مثلا كاميرات زي اللي موجوده راسيا دي واضح ان المومنت عليها كبير، فدي تاخد نموذج حتى لو مش هغير ابعاد كونكريت بس هتاخد نموذج لان التسليح اختلف. ممكن اصلا الاقي ان القطاع اللي انا افترضته ككونكريت طلع انسيف، وبالتالي ساعتها ابتدي اكبر قطاع الكونكريت وهكذا. تمام، فبنبتدي نعمل ايه، المفروض ان انا اخد المومنت مثلا على كاميرا زي دي 154.5، ابتدي ارجع بقى الديزاين بتاعنا بتاع ديزاين اوف سكشن. فاكرين كنت بتصمم سي 1 جي مثلا، فكنت بتقول ده الدبس بيساوي السي 1 في جذر الام التيميت على اف سي يو في البي. طب انا معايا الدبس ده التي ناقص الكفر، فلو انا كنت قايل الكفر نص متر فانا ممكن اقول ده 450 مللي لو كان الكفر 5 مثلا. والام التيميت اللي انا لسه مطلعه عندك لو انا بصمم كاميرا زي الكاميرا اللي قدامي دي اللي هي 154.5، يبقى ده 154.5 كيلو نيوتن متر، وضربته في 10 اس 6 علشان خاطر يبقى نيوتن مللي. اف سي يو خلينا نفرضها وليكن في المشروع 25 ميجا باسكال، عرض الكاميرا كنا قايلين انه 200 مللي. من هنا هنطلع قيمة الـ C1 واقدر من الجدول اطلع قيمة الـ J، ومنها كان المعادلة التانية بنجيب الـ Area C بتساوي الـ M Ultimate على الـ F Yield في الـ J في الـ D. عندك كل دول تقدر تطلع لي الـ Area Steel، تقدر بعد كده تقول لي الكاميرا دي هتحط فيها كام سيخ فاي كام. يبقى ده Design of Section، أي كاميرا بناخد Section Maximum Positive Section Maximum Negative عشان أقدر أرجع بقى الرسمة بتاعتك تاني. فاكرين الجدول بتاع الكاميرات اللي كنا راسمينه في اللوحة بتاعتنا، قلنا ان من ضمن البيانات اللي هتتحط فيه الحديد بتاعك، وبيبتدي يسالك التسليح بتاعك حديد سفلي، الحديد السفلي ده اللي هيجي من البوزيتيف مومنت، والحديد العلوي وده اللي هيجي لك من النيجاتيف مومنت. طب الحديد السفلي وليكن طلعت 4 سيخ فاي 16، فانا ممكن اقول له ده في جزء هيبقى مستمر وجزء ايه مكسر، فاروح جاي مثلا الاربعه دول اقول له ده انا هنا هكتب احط 2 فاي 16 مكملين و2 فاي 16
يتكسحوا بالشكل ده او يتقطعوا، حتى لو هتعمل لهم كرتونمنت بالمنظر اللي قدامنا ده. ده بفرض ان التسليح طلع فوق 16، ممكن التسليح ده يطلع لك 12 وهكذا. طب التسليح النيجاتيف، اخد المومنت النيجاتيف واشوف قد ايه. برضو لو الحديد بتاعك كان ممكن يبقى فيه جزء مستمر وجزء متقطع، او جزء مستمر وجزء اضافي عليه، بنفس الطريقه دي ينفع نعمل كده. طب لو انا اكتشفت ان الحديد بتاعي مثلا النيجاتيف كنت مطلعه 2 فاي 12 بس، اروح جاي حاطط 2 فاي 12 بتاعي هنا، واجي هنا اقول له والله ده مفيش ايه، مفيش حاجه موجوده هنا خالص. طب ايه وسط البحر ده؟ ده اللي كنا بنسميه ستريب هانجرز. يعني انا لما كنت باجي اتكلم على الكاميرا بتاعتك كنا بنقول ده تسليح الكاميرا، كان بيطلع حاجه بالشكل ده كده. التسليح السفلي بتاعنا كان بيبقى موجود هنا، وده اللي احنا بنقول ممكن نقطع منه جزء وممكن نخلي جزء مستمر. ده الحديد النيجاتيف بتاعنا اللي كنا بنحطه بالشكل ده برضو. وبعدين كنا بنحط كنات عشان خاطر الشير، وده اللي كنا بنضطر نحط له هنا علاقات كنات ستريب هانجرز. ده حديد نيجاتيف او حديد عروي موجود في الميد سبان، وده اللي كنا بنقول حوالي 20% من الاريا ستيل المين ده. فده ساعتك ممكن تروح جاي هنا تحسبه قد ايه، هتلاقي الحديد ده طلع لك رقم صغير، فممكن اروح جاي اقول له ده 2 فاي 10 مثلا موجود هنا، او 2 فاي 12 طبقا للقيمه اللي هتطلع لك من 20% من الحديد الاساسي اللي هو وليكن 4 فاي 16. تمام، يبقى دي الجزئيه بتاعت حديد كاميرا. طب لو انا عايز اجيب الكنات، الكنات دي بقى ساعتها هروح لسكين الكاميرا دي، بس بدل ما انا كنت جايب مومنت اجيب مين؟ الشير. وابتدي اخد الماكسيمم شير طلع 84، ابتدي ديزاين فور شير. ديزاين فور شير اللي كنا بنعمله في خرسانه واحد، كنت بتروح حاسب الكيو التيميت الستريس، شير ستريس بيساوي الالتيميت فورس، الالتيميت شير فورس مقسوم على الدي في الدي. وبعدين كنا بنجيب الكيو سي التيميت، لو صممنا طبقا للكود الجديد بتاعنا او كود الخرسانه الجديد، او القديم كان بيقول لك 0.24، الكود الجديد بيقول لك 0.16 جذر اف سي يو على جاما سي. وعندي حاجه اسمها كيو التيميت ماكسيمم بتساوي 0.7 في جذر الاف سي يو على جاما سي. تمام، نبتدي نشوف الكيو التيميت، لو اقل من الكيو سي التيميت بناخد المينيمم ستربس، لو اكبر من الماكسيمم يبقى انسيف، لو ما بينهم كنا بنقول ده احنا كده هنستخدم كنات. الاستريس اللي فكانا الكيو التيميت ناقص نص في الكيو سي التيميت، ودي ممكن نشيلها ونحط مكانها 0.12 جذر الاف سي يو على جاما سي طبقا للكود الجديد. جبت الشير ستريس اللي موجود في الكنات، اقدر اجيب الاريا بتاعت الكنات هتساوي الكيو اس في البي في الاس على عدد الافرع في الاف يلد بتاعت الكنات على جاما اس. ده الشير ستريس اللي في الكنة، ده عرض الكاميرا، ده السبيسنج بتاع الكنات، عايز تحط سبيسنج قد ايه. واتفقنا الماكسيمم بتاعنا 200 مللي، ممكن 150 125 175 175 على حسب المسألة بتاعتك. عدد الأفرع 2 إلا لو عرض الكاميرا زاد عن 40 سنتي، بحيث إن المسافة بين أي فرعين لا تزيد عن 25 سنتي. اف يلد بتاع الكنات، وده هيبقى مايلد ستيل على جاما اس، طلعت هنا الاريا بتاعت الكنة، فأقدر أطلع حديد الكنات بتاعتك. طب أنا حديد الكنة ممكن أحطه كله ثابت من الأول للآخر، أو ممكن أحط في أول متر وبعدين وسط البحر او تلت والتلتين. ده ليه؟ لان انت الشكل بتاع الشير فورس ديجرام لما بنيجي نطلعه بيطلع ماكسيمم ويقعد يقل تدريجيا لحد ما يبقى هنا. فانا ممكن اروح جاي عامل ايه؟ اروح جاي واخد الحته دي اصمم عليها الجزئيه دي، واخد القيمه اللي هنا اصمم عليها بقيه الايه؟ بقيه الكاميرا، فسمي دي مثلا زون نمره 2 ودي زون نمره 1، فده هتبقى قيمه شير. اكيد زون 2 قيمه شير اقل، فانا متوقع الاقي الكنات تكون اقل من اللي موجود في الاول. كده انت عملت ديزاين للكاميرا دي من الاول للاخر. المفروض تعمل ايه؟ تصمم كل الكاميرات بحيث ان يكون عندك نموذج 2 3 زي ما يطلع لك بناء على قائمة المومنت. فانا ممكن اروح جاي مثلا دول 150 153 ابتدي اقول ده دول نموذج، والله دي 108 ممكن اعملها نموذج، انا مش شايف حاجه ثانيه قريبه، الباقي كله في حدود ال 30 وال 20، فممكن اعمل دول نموذج. ففي الاخر طلعت سقف ده 3 4 نماذج، احط كل واحد بتسليحه سفلي، تسليحه علوي، كناته، كل تفاصيله. تمام، ده بالنسبه للكاميرات. طب انا بقى عايز اصلح البلاطه، نيجي بقى نطلع النتائج على البلاطه. فاروح جاي هنا مبين المومنت في اتجاه ام 1 واللي هو بالنسبه لنا الام اكس. نبتدي نمسك كل بلاطه المومنت بتاعها قد ايه، نفس الديزاين اوف سكشن بتاعنا اللي كنا بنعمله مثلا بالسي 1 جي، طلعت الجي جبت الاريا ستيل، بس ما تنساش ان الحديد بتاع البلاطات بتاعنا لا يقل عن 5 فاي 10 في المتر. ده برضه براكتيكال، الكود كان بيقول لنا فاي 8 بس احنا مش هنحط اقل من 5 فاي 10 في المتر. تمام، الرولز بقى بتاعه تسليح البلاطات، اقل عدد من السياخ 5،
لازم يكون موجود اقل عدد من السرير 5، محدش ينفع يديني 3 او 4 فاي مثلا 12 16، ولا ينفع اقل عدد 5. بعد كده الفاي بتاعنا قلنا طبقا للكود 8، بس ممكن نخليها براكتيكال 10، ونبتدي نصمم في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. فانا همسك الباكيه دي مثلا، المومنت هنا 14، اروح جاي. والله في البلاطات بتاعتك اللي يختلف معايا ان انا هروح جاي هنا، لما نيجي نطبق السي 1 جي اقول ده الدبس بتساوي السي 1 في جذر الام التيميت على اف سي يو في البي. هنا اول اختلاف الدبس ده، يبقى التي اس ماينس الكفر. طب التي اس دي كانت 15، يعني 150 مللي ناقص كفر مثلا 20 مللي اللي هو 2 سنتي. الام التيميت اللي احنا مطلعينه ب 14 كيلو نيوتن، فرحت ضرب في 10 في 6. الاف سي يو ما غيرتش 25. البي بقى هنا بناخد شريحه عرضها 1 متر اللي هو ال 1000 مللي، فبناخد دايما شريحه عرضها 1 متر، وبالتالي بنطلع من هنا السي 1. اروح اجيب الجي، نجيب اريا ستيل تساوي ام التيميت على اف ييلد في الجي في الدي. دي الاريا ستيل اللي انا كنت بتكلم عليها من شويه، اقل عدد من السياخ هيكون 5، اقل فاي 10. فطلع لي مثلا تسليح في اكس 5 فاي 10. طب لو عايز اسلح واي، اروح جاي نفس الباكيه دي اجيب ام 2. لو انا بتكلم على باكيه لقيت الام واي بقى 31، زاد. طب ليه انا متوقع انه كان يزيد؟ عشان انا شايف ان ده شورت دايركشن، فده كان اللود الاكبر اللي هيروح، فانا شايف المومنت 31. اعيد الديزاين تاني، طلع مثلا ده في اتجاه الواي اهو، او ده سوري في اتجاه الاكس. طلعت انا في اتجاه واي مثلا 7 فاي مثلا 10، ده في اتجاه الواي. طب اعمل ايه؟ فاكر الرسمه اللي احنا كنا عاملينها كاستاتيكال سيستم بتاعتك دي؟ عايزك بقى ترجع في الرسمه دي، تروح جاي حاطط اتجاه منهم خطين واتجاه خط. يعني اروح جاي ده اتجاه الواي، انا واخد اتجاه الواي ده حاطه خطين وهقول لك ليه، واتجاه الاكس حاطه خط. وتعالى اكتب لي على كل واحد من دول تسليحه قد ايه. فممكن اروح جاي هنا، لو انا هكمل انجلش مثلا، اروح جاي هنا اقول ده انا كنت مطلعه 5 فاي 10، فاروح جاي كاتب ادي 5، وممكن الفاي اخليها تي مثلا، فاي 10 في المتر. ادي التكست بتاعنا، واروح جاي التسليح ده، لا ده بقى كنا مطلعينه 7 فاي 10 ومطلعينه 5 فاي 12 زي ما يطلع، واروح جاي كاتبه هنا. فده مثلا كنا مطلعينه 5 فاي 12، او زي ما انا كنت كاتبه هناك 7 فاي 10 لكل متر. طلعت التسليح. ليه بقى ده اللي خطين وده اللي خط؟ ده المقصود بالفرش والغطا. دايما بيبقى الفرش التسليح التقيل، فانا شايف ده حديد اكتر من ده، فده الفرش وده الغطا. هنعمل الكلام ده في كل الباكيات اللي جايه. هنبتدي نحط لي بقى في كل باكيه من دول قيمه التسليح في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. رحت جيت عملت مثلا دي طلعت زيها 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 وهكذا. طب نيجي بقى في الحته اللي تحت دي. بص هنا لو جيت اشوف المومنت في واي لقيته 5، رقم قليل. طب لو جيت شفته في اكس هلاقي برضو القيمه بتاعت اللود بتاعتك او المومنت قيمه صغيره. ليه؟ لان اغلب اللود بيروح في الشورت دايركشن، فالمومنت هنا قيمه صغيره. فمعنى كده ان انا ممكن لما اصممه الاقي 5 فاي 10 في الاتجاهين. فرحت ماسك ده كده قلت له والله ده هيكون 5 فاي 10، شايف ده كده اهو من الاول للاخر، لان كل دي تعتبر اصلا حته واحده. وبعدين رحت جيت هنا برضو حطيت لك في الاتجاه ده 5 فاي 10. ودايما احنا بنميل ان احنا نحط الفرش بتاعنا في الاتجاه القصير، لان متوقع ان ده يكون اللود الكبير بتاعنا، وبالتالي التسليح الكبير بالشكل ده. فده كان 5 فاي 10 و 5 فاي 10 بالشكل اللي قدامي ده، واخترت برضو ان ده يكون الفرش كده. انت سلحت طبعا، هنكمل في كل الباكيات كده، احنا سلحنا السقف بتاعنا تمام. يبقى اللي احنا بنعمله لحد دلوقتي، حطيت ستاتيكال سيستم، عملت الموديل. بعد ما عملت الموديل طلعت ستريننج اكشنز على الكاميرات وعلى البلاطات، ابتديت ديزاين الاثنين. يبقى انا في اي سقف سوليد سلاب هنديهولكوا، انا مستني منكوا التاني. هديك لوحه معماري، مستنيك تديني لوحه فيها الكونكريت دايمنشنز والنماذج بتاعتك، طبعا بعد التعديل. يعني لو ده بقى بي 2 ارجع اكتب هنا بي 2 وهكذا. غيرت تخانه ترجع تكتب التخانه، التسليح بتاعك يبقى موجود. حطيت كل التسليح هنا والاقي جدول فيه تسليح الكاميرات كده. احنا عملنا ديزاين لسقف سوليد سلاب، عملنا ديزاين طبقا للستريننج اكشنز ناقص الجزئيه بتاعت الديفليكشن، ودي ان شاء الله هتكلم فيها في مره ثانيه، هي والديزاين بتاع السلالم هنتكلم فيهم في اللي جاي. حاجه اخيره، لو انت جيت شفت الستريسز اللي موجوده حوالين الفتحات بتبقى اعلى شويه من البعيده، عشان كده الكود بيقول لنا ان احنا ينفع بنحط او بنزود شويه تسليح كده بنسميه فواتير حوالين الفتحه. فبنروح جايين مثلا هنا ده في اتجاه الواي، بنروح راسمين كده، وهقول لك الكلام ده دلوقتي بتحسب ازاي. وبرده في اتجاه الاكس عملت كده، ده بنسميه فواتير، ده ملوش دعوه بالتسليح بتاعي،
بتاع البلاطه اللي هتبقى موجوده هنا، دي فواتير، وبنبتدي نكتب على كل واحد منهم والله ده طلع 2 فاي 12 طلع 2 فاي 10. هقول لك الكلام ده دلوقتي بيتحسب ازاي حالا، بس عشان خلصنا اللوحه بتاعتنا. فده يطلع 2 مثلا تي 12، ده مش بالمتر ولا حاجه، هي 2 تي 12 بس، هم سخين مثلا هنا وزيهم في اتجاه واي وهكذا. طب ده بقى بيتحسب ازاي؟ الكود بيقول لك كالتالي: لو انا عندك فتحه ليها ابعاد ايا كانت الابعاد بتاعتك، انت عارفها هي كام في كام، فادي الفتحه بتاعتي اهي، دي الاوبننج بتاعتي. بيجي يقول لك ايه؟ تعال نشوف التسليح اللي كان بيعدي، مش انت كنت طلعت التسليح في اتجاه اكس؟ انا كنت مطلعه 5 فاي 10 في المتر مثلا. فيجي يقول لك شوف عرض الفتحه دي كام. لما جينا شفنا العرض الفتحه دي الراسي مثلا، لقيت ان العرض ده طلع 1 متر. فبيجي يقول لك تعرف تحسب لي الاريا ستيل اللي كانت نفسها تعدي، بس مش هتنفع تعدي عشان الفتحه. مش هما كام في المتر؟ 5. ف5 في المتر يعني 5 فاي 10. تعرف تجيب اريتهم؟ هروح قايل 5 في الاريا بتاعت الفاي 10 اللي هي كانت 78.5، رحت مطلع من هنا ال 5 فاي 10 هتلاقيها طلعت لك تقريبا 391 ملي. يقول لك اقسم الاريا دي على الجنبين بتوع مين؟ بتوع الفتحه. فلما اقسم 391 هنا وهنا يبقى كل واحد تقريبا بتاعت 190 او 195، 195 مللي هنا و 195 مللي هنا. اختار اي اريا ستيل تكافئ ال 195، يعني انا ممكن اقول مثلا انا هاخد 3 فاي 10 او 2 فاي 12 هنا و 2 فاي 12 هنا. يبقى هنا ده اريا ستيل على الاثنين وهنا اريا ستيل على الاثنين. نفس الكلام ده يتعمل فين؟ تسليح واي كان 7 مثلا فاي 10 ودي كانت 1 متر اللي هو الاكس، يبقى انا اجيب ال 7 فاي 10 اريتهم كام؟ شوفهم يطلعوا كام؟ طلعوا 500، اقسم 500 نصها هنا يبقى 250 و250. دخلت الجدول 250 ادتني مثلا 3 فاي 12 وهنا 3 فاي 12، بس كده يا سيدي. طب لو الفتحه زي الكيس بتاعتنا كانت عامله كده، بس من هنا كانت نهايه المبنى ومن هنا نهايه المبنى، هل ينفع تحط لي حديد هنا؟ لا. فساعتها هقول لك خد الاريا ستيل كلها حطها هنا والاريا ستيل كلها حطها هنا. يعني في اتجاه الاكس كانت 5 فاي 10 391، احطهم هنا، طلعت مثلا في الاخر خالص 4 فاي 12. ومن هنا كانت 7 فاي 10 اللي كانت 500، طلعتها في الاخر مثلا 5 فاي 12. بيتحطوا في سايد واحد، يبقى دي الاريا ستيل كلها والاريا ستيل كلها. ليه؟ لان ما بقاش في جنب تاني. فدي اللي بنسميها فواتير بتتحط في السقف بتاعها. تمام؟ يبقى ده الجزء الخاص بالاناليسيز والديزاين بالسوليد سلاب. شكرا.